السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كل سنة وانتم طيبين، ويا رب زي ما كنت بقول كده لزميلاتي أن نظل دائما مجتمعا قادرا على التصالح مع نفسه طول الوقت، التصالح بمعناه الشامل والكامل والعام، التصالح في حرية المعتقد والديانة، التصالح في حريتك تلبس إيه وما تلبسش إيه، وتاكل إيه وما تاكلش إيه، وتصيف فين وما تصيفش فين إلى آخره. لا أستطيع على الإطلاق إلا أنه أبدأ الأول كلامي بشكر كل الزملاء والزميلات اللي حلوا محلي أثناء فترة الأجازة. البرنامج الحمد لله والشكر لله كان وحشني قد الدنيا، يمكن دي من الفترات القليلة جدا في حياتي اللي حسيت فيها قد إيه الشغل فعلا وحشني، ودي حاجة مهمة جدا أن شغلك يوحشك علشان تتحول إلى شخص منتج. أنا عموما شخص بتاع شغل، يعني مش من الناس اللي تحب الراحة كده واللي بتاع، وإن كنت في هذه الأجازة الحقيقة استمتعت شوية بأن أنا كنت قاعد مستريح، يعني قدر الإمكان لا أحاول أن أنا أنغص على نفسي عيشتي. لكن غياب عن الساحة يدوم لأسبوعين ثلاثة بسبب أجازتي يعني مع عيلتي وأسرتي، ألاقي الدنيا للأسف الشديد فيها أكتر من موضوع يثير الغرابة وأحيانا يثير الإشمئزاز. أنا بكلمك بجد مش هزار، بعيدا عن التسميات بتاعت ساحل طيب وساحل شرير، ويمكن كنت حتى بتكلم في التليفون مع صديقي وزميلي العزيز حازم الحديدي على مسألة الأزمة الطبقية اللي أصبحت بتظهر في مصر على مدار تقريبا 30 سنة فاتوا. بالمناسبة هذه الأزمة ما هياش وليدة السنة دي ولا السنة اللي فاتت ولا من 10 سنين ولا 20، احنا بقالنا 30 سنة عندنا هذه الأزمة الطبقية وما كانتش موجودة قبل ده. يعني سيبك من مسألة أن كان هناك نخبة من الأغنياء والوجهاء والمشاهير بيصيفوا في المعمورة وبيصيفوا في العجمي، لا خالص، تصور مش دقيق، لأنه كان الوجهاء والأغنياء والمشاهير زمان بيصيفوا في راس البر بالمناسبة، وفي جمصة بالمناسبة، وفي سيدي بشر بالمناسبتين، عشان بس تبقى فاهم يعني. الكلام ده كان في الفترة ما قبل ثورة 1952 وفيما بعدها وحتى مطلع الستينيات أو حتى منتصفها. ظهور المعمورة بالمناسبة يشكر عليه جمال عبد الناصر رحمة الله عليه، وهنا خلونا نهني نفسنا وشعبنا بثورة 23 يوليو. يمكن أنا فاتني التهنئة نظرا للأجازة، ويمكن وأنا بقول الكلام ده حتى وأنا بين قوسين مش ناصري على الإطلاق، عندي تحفظاتي يمكن على بعض الأمور، لكن لا نستطيع أن ننكر على الإطلاق إنها واحدة من أعظم الثورات اللي حصلت في التاريخ الإنساني. مش بقول لك أعظمها، لكن من أعظمها، لأنها إدت للناس حريتهم الحقيقية، وإدت للناس حرية التعلم، التعليم المجاني والصحة المجانية. اللي يجي يقول لك أصل مصر أيام الملكية كانت وكانت، ما تقولوش حاجة وحشة، قول له روح روح. تلات أرباع الناس اللي بتدافع عن العهد الملكي لولا مجانية التعليم لكانوا حفاة بالمعنى الحرفي. مصر كان أكبر مشروع اجتماعي فيها مقاومة الحفاء. أطلع لك كم صورة للناس وهي ماشية في ميدان الإسماعيلية، ميدان التحرير حاليا، وهم حافيين. حضرتك عارف كده ولا لأ؟ عارف إن كان في 1% بس من المصريين هم اللي بتصورهم أفلام الأبيض وأسود؟ طب عارف انه فيلم لوسط حسن بتاع فريد شوقي اتهم ظلما بانه فيلم شيوعي لانه بيدافع عن حقوق العمال؟ واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ على كل، اقرا كويس على هذا العهد البائد، واقرا كويس على مكتسبات ثوره يوليو 1952. هرجعك على مسألة الانفصالات الطبقية الغريبة. لما تسمع واحد بيقولك أصل احنا اضطرينا نسيب القرية دي وناخد في القرية التانية، أصل القرية الأولانية كانت مليانة مصريين وسيادتك من بلجيكا واحنا ما نعرفش، أو واحد تاني يقولك أصل البلاج اتملى سيدات محجبات لابسين البوركيني، وانت مالك، انت مالك، يلبسوا بوركيني يلبسوا بيكيني، انت مالك، انت رايح تستمتع بالجو الصحو بالرمال البيضاء البحر الأزرق الفيروزي والسلام عليكم، رايح تقضي وقت لطيف أنت وولادك ومراتك وأمك وأبوك وأصدقائك، ويا سلام لما تبقى رحلة الصيف فيها الجيران والأصدقاء الأحباء المقربين بشكل حقيقي. هو أنت رايح علشان تنتقد المختلف عنك؟ ده اللي أنت رايح له؟ ولا أنت رايح علشان تتعايق بالساعات السويسرية على البلاجات؟
او انت رايحه علشان تتعلقي بالالمازات اللي جابها النبي حرصه. ده شيء غريب جدا، شيء غريب لمجتمع اصبح فيه عنده حاله رفض لثقافته هو كمصري، رفض لمجتمعه هو كمصري، رفض لابناء مجتمعه، ابناء هذا المجتمع، نفس ذات الشعب. خد بالك ان كل الناس ليها اهميه، وكل الناس اهميتها قصوى لاي مجتمع. لو انت فعلا بجد مصدق ان انت كويس وبتفهم ومتعلم وحاجه يعني 10 على 10، هتعرف كويس جدا ان هذا التنميط غير موجود في المجتمعات المتمدنه اللي في اوروبا، على سبيل المثال اسكندنافيا، زي النرويج، زي بلجيكا، زي الدنمارك، إلخ، ما عندهمش التنميط ده، وما عندهمش الرفض ده للمجتمع، وما عندهمش الحالة الطبقية دي. الحالة الطبقية دي هي حالة من حالات الانحطاط الذاتي. ده بجد هو من جواه رفض نفسه، وبالتالي يحاول أن يسقط ذلك برفض الآخرين. ده اللي بيحصل لما ننتقل من يقول لك ايه، اصل خلاص بقى العجمي راحت عليها، ده الناس بقت ملياها. ما تملاها، فين الازمه؟ يعني انت مشكلتك ايه في ان الناس كلها بتصيف في العجمي، الغني والمتوسط والفقير؟ انت مالك؟ لا، ما احنا لازم نفصل ليه؟ فاحنا هناخد بعضنا ونروح قريه مش عارف ايه، وبعد قريه مش عارف ايه رحنا قريه كذا، أنا مش هقدر أقول أسامي القرى عشان محدش يزعل يعني. وبعد قرية كذا بقى في كذا وكذا وكذا، وقاعدين عمالين بنجري وصولا إلى سيدي عبد الرحمن، وبعدين رايحين راس الحكمة، وبعدين هنخلص ليبيا ونطلع على تونس لحد ما نوصل على الحدود بتاعة القارة الإفريقية والشمال الإفريقي في آخر المغرب، فننزل ناخد لنا غطس في الأطلنطي. ليه؟ ناخد غطس في الأطلنطي عشان إحنا رافضين نفسنا. هو أنت مش رافض حد تاني، أنت رافض نفسك. لازم بس تبقى فاهم كده، أنت رافض نفسك. دي بتبقى عقد دونية، هي اسمها كده في علم النفس، وأساتذة النفس أو علم النفس يعلمونا ويفهمونا، أنا ما عنديش أي مشكلة. بس دي أزمة شديدة في الانحطاط الأخلاقي، إنك بتقدر الناس بقدرتهم على الإنفاق، فتصبح القيمة مين اللي بيمتلك ثروة أكبر، مين اللي بيمتلك عربية أجدد، مين اللي لابس ساعة أغلى، اللي لابس حلق أثمن. يا سلام، اللي لابس مايو ماركة، واللي مش لابس مايو، واللي لابس مايو مش ماركة. ياه، للدرجة دي؟ يعني المعيار في المجتمع ما بقاش الأخلاق، بلاش يجي يقولك تريقات بقى بتاعة الناس بتاعة اليومين دول. ودي طبقات بالمناسبة برجوازية يعني، أو على رأي الجماعة اللي تعليمهم فرنساوي، يقولك الأغنياء الجدد والنوفوريش ومش عارف، يقولك إيه، تخيل دول لسه بيعملوا سندوتشات في البيت وبياخدوها على البحر، أمال نعمل إيه؟ يعني هو من باب الشياكة والرقي إن حضرتك تروح تشتري كوباية مانجا ب 100 جنيه؟ هي دي كده بالنسبة لك الشياكة والرقي؟ إيه المانع في إن أنا أعصر المانجا في بيتنا وأجيبها في زمزمية ولا ترمس ولا بتسموها إيه أيا كان يعني، ونشرب العيال مانجا؟ فين الأزمة إن الأم تعمل سندوتشات جبنة رومي وكفتة وتأكلها للعيال على البحر؟ والله الكفته واحنا صغيرين، انا امي كانت بتعمل لنا سندوتشات الكفته، وكانش لسه في برج ده، لما ظهر قنجاري زمان باعتبار الماركه انقرضت، كان حدث في مصر على ايام يعني. كانت ماما وطنط زوزو مرات خلينا نجيب الله يرحمه، دايما يعمل لنا سندوتشات واحنا في البيت عشان ناخدها ونطلع بيها على البحر ونقعد ناكل. المعيار هو انك انت ما تلخبطش المكان، تحافظ على نظافته، تحافظ على نظامه، مش ان انا جايب السندوتش من البيت ابقى اخي ايا مش ممكن بيئه قوي. واللي بيشتري السندوتشات الغاليه جدا اللي بتتباع على البحر هو ده كده اللي برنس. يا سلام، دي خيبه تقيله. بالمناسبه اللي بيعمل كده ثق وتاكد انه لا شيء، هو شخصيا لا يحترم نفسه ولا يقدر ذاته. تقدير الناس بالقيم العليا والمثل العليا، مش بالفلوس اطلاقا. لازم المجتمع يتعلم، لازم احنا كلنا نشتغل على ده، نتعلم ان احنا مجتمع واحد مع اختلافات الطبقات المالية. انا مش من الناس اللي مؤمنة بالفوارق الاجتماعية يعني، بس الطبقات المالية، معدلات الانفاق، القدرة على الكسب، دي حاجات بتاعت ربنا، ده الرزق اللي ربنا بيوزعه، لكن الاخلاق هي الاساس. بس
ان انت تقعد في مكان محدش يضايقك، محدش يغلس عليك، محدش يقتحم خصوصيتك، محدش يتقول ولا يتفوه ولا تبقى نظرته جارحة، بس غير كده ملكش عنده حاجة. يلبس ايه، ياكل ايه، بيتكلم ازاي، انت مالك؟ ده تلات ارباع الناس دي بتنطق كل الحروف غلط، عربي كان ولا انجليزي. احنا هنضحك على بعض وعاملين اللي فيها برنسات؟ ده ايه الضحك ده؟ لازم مجتمع يقبل نفسه ويقبل مجتمع ويقبل طبقاته المختلفة المالية ويقبل الثقافات والديانات والعقائد. ما يطلعش حد زي الدكتور مبروك عطية كل ما يغلط يطلع يقولك أصلها كانت زلة لسان، أصلا أنا ما كنتش أقصد. الظاهر أن الدكتور مبروك نسي أن ربنا سبحانه وتعالى قال المسيح، ده في القرآن الكريم، ابن مريم، عيسى المسيح ابن مريم، كلمة من الله ألقاها وروح منه، ده كلام ربنا في القرآن الكريم. فده بقى مش عاجب الشيخ مبروك؟ لا، ما ينفعش يبقى شيخ. الدكتور مبروك ودي قيمته الأكاديمية، المشيخة دي أصلها كبيرة قوي قوي، للي يعرف يشيل حملها ومسؤوليتها ويستحملها. اقبلوا أنفسكم، اقبلوا أنفسكم أولا كما أنتم، بمعيار واحد بسيط، أخلاقك، قيمك. مش بنكسب كام؟ يعني أنت مثلا أنت تظن أنه ده في هذه الحال مفترض مثلا أنه الجماعة الألمانية عاملونا وحش عشان اقتصادهم أكبر من اقتصادنا، أو أن هم دولة أغنى مننا، أو الأمريكان أو الصينيين أو الفرنساويين أو الإنجليز، كل دي دول اقتصادها أكبر مننا ودول أغنى مننا، فيعاملونا بمنطق مختلف، يعني عاملونا على ان احنا اقل او ادنى. ازاي ده؟ احنا بنقول العكس، المعيار في الدول هو الحضارة، الارث الحضاري بتاعها، تراثها، ثقافتها، وقبولها المجتمعي لنفسها. واتمنى انه ده يبقى جزء مهم جدا من الحوارات اللي هتتعمل في مجلس الحوار او ما اللي هتتعمل فيه الحوار الوطني. اتمنى انه يتم التطرق لهذه الحاله المجتمعيه اللي للاسف الشديد تواجهنا الان، وكان هناك هشاشه ما بين طبقات العام المجتمع المختلفه. النهاردة الحقيقة كان في مجلس أمناء الحوار الوطني مجتمع في اجتماعه الثالث، وبدأوا يمكن اجتماعهم بالتثمين على قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض من المحكوم عليهم، وده خلال الجلسة الثالثة اللي عقدت النهاردة في مقر مجلس الأمناء الكائن بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. كمان تطلع مجلس الأمناء النهاردة إلى مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة الجاية. ناقشت جلسة اليوم قضايا المحور المجتمعي، وانتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في هذا المحور. واحد، التعليم، وهنا فعلا لازم نناقش قضية التعليم بمنتهى الجدية. لازم الولاد في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي يعرفوا يعني ايه أهمية احترام المعتقد، وفوق كل ده الفهم. لما هنفهم العقائد اللي حوالينا، الناس المسيحيين وغيرهم واليهود والكل يفهم عقيدتك وانت تفهم عقيدته. الفهم يجلب الاحترام. فلو احنا ناقشنا قضية التعليم بمنتهى العمق، ثق ان المجتمع ينصلح حاله. لو التعليم رسخ المبادئ والقيم العليا، ثق ان المجتمع ينصلح حاله. القضية الثانية داخل القضايا المجتمعية هي قضية الصحة او ايضا القضية السكانية، كذلك قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي. حلوة التماسك المجتمعي، بس انا عايز كمان القبول المجتمعي. أتمنى أنه يمكن الكلام ده يوصل لمجلس الأمناء وقد يلقى لديهم قبول. الثقافة والهوية الوطنية، وده شيء شديد الأهمية، أنك أنت تبقى فاهم أهمية ثقافتك وهويتك الوطنية وتحافظ على إرثك الحضاري وتبني عليه، وتبقى فاهم أن أنت أهم وأعمق وأعظم حضارة وأعظم إرث حضاري موجود على سطح هذا الكوكب. إذا قدرت تفهم ده هتبطل تتكلم وانت عامل بقك كده، وهتبطل تتكلم في البوركيني،
هتتكلم في اللي عليه القيمة. خلونا ناخد معنا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وبطبيعة الحال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ عماد أهلا بيك، منورنا. أستاذ يوسف إزاي حضرتك؟ إزاي الحال؟ حبيبي ربنا يخليك يا رب، ربنا يسلمك. استاذ عماد، يمكن حضراتكم النهارده اتكلمتوا في الجلسه الثالثه لمجلس الامناء، ويمكن ركزتوا اكتر على مساله المحاور المجتمعية، ويمكن احنا قرينا او فهمنا يعني المحاور الرئيسية في مسألة المجتمع. وانا كنت بقول هل من الوارد انه يضاف بشكل او باخر مسألة القبول الاجتماعي نظرا للهوسة اللي بتحصل كل صيف وتشي بان هناك مجتمع يلفظ ذاته بذاته او يرفض نفسه بنفسه؟ بص يا أستاذ يوسف، كل الافكار واردة. الحاجة المهمة جدا لو خدنا بالنا في الحوار، الأكاديمية الوطنية في بداية الدعوة للحوار وجهت الدعوة لكل الأجهزة والتنظيمات السياسية والأحزاب والنقابات والمؤسسات والشخصيات العامة، وقالت كل من لديه رغبة أو مقترح يبعثه. وبالتالي وصل حوالي أكثر من 93 ألف مقترح من المصريين من جهات وهيئات وأفراد. دي نمرة واحد، فبالتالي كل الأفكار قابلة للنقاش. نمرة اثنين، دي محاور أساسية ولجان فرعية تحتها، وفي إطار الجزء المجتمعي تستطيع أن تعقد للتعليم لجنة، لكن حينما تأتي المناقشات المناقشة موضوعية تفصيلية هتدعم، هتقول والله احتمال، يعني بقترح أو بفكر مع حضرتك بصوت عالي أن احنا عايزين قضية مثلا المناهج، عايزة جلسة، قضية التعليم الجامعي، قضية الشباب، قضية الـ ربما الدروس الخصوصية البعض يراها قضية مهمة جدا، قضية البنية التحتية، كل دي ازاي تقدر تاخد. وطبعا في واحدة من اهم القضايا قضية تمويل التعليم طبعا. احنا عايزين افضل تعليم، بس برضو هنسأل نفسنا الفلوس بتاع تطوير التعليم ده عايزة فلوس كتيرة قوي، هنجيبها ازاي وهتبقى على حساب ايه؟ دي فبالتالي تستطيع في البعد المجتمعي انك انت تناقش الموضوع الذي تفضلت بيه، وممكن يكون هو تحت عنوان تاني هو الوعي عموما. لو عندك جداً وعي سليم كمواطن مش هتبقى في حاجة انك انت تشكك، هتبقى مشغول بدين الاخر ولا بعقيدته ولا ولا ولا. والمجتمع كلما كان هناك تعليم جيد، كلما كان هناك وسائل اعلام جيدة، كلما ده ادى الى ارتفاع مستوى الوعي، وبالتالي القضايا الفرعية والهامشية لن تختفي بالمناسبة البوركيني والبكيني، بس هتبقى في حجمها الطبيعي، مش هتبقى الموضوع الرئيسي ولا ترند، هتبقى شغلة مجتمع صغير مخملي قاعد في الساحل ولا في بعض المصايف ماشي، لكن الناس هتبقى القضايا الحقيقية بتفكر فيها، والقضايا الهامشية على الهامش تماما تماما تماما. طيب أستاذ عماد، يمكن النهاردة دي كانت الجلسة الثالثة، هل هناك المزيد من الجلسات التحضيرية يعقدها مجلس الأمناء، أم تم تحديد ميعاد لبدء مناقشات الحوار الوطني؟ الجلسة الجاية هي هتكون جلسة في غاية الأهمية، لأنها تحدد موضوعات المحور الاقتصادي، وهذا وكان طبيعي، كان مفروض النهاردة تبقى لجدول عمل تكون في النهاردة مطروحة، لكن النقاش في المحور الاجتماعي استغرق أكثر من 5 ساعات، وبالتالي الناس كانت استهلكت تماما. فرؤية ان هو يتم تخصيص يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله لمناقشة المحور الاقتصادي، حتى يمكن الـ يعني تصنيفه وتبويبه بطريقة جيدة، وبعدها ان شاء الله ربما يكون هناك الجزء الاخير في الجزء التنظيمي المتعلق بتحديد الاسماء المدعوين للنقاش والدخول فورا في صلب الموضوعات المختلفة سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية. عظيم جدا، إذن إلى يوم الثلاثاء القادم، وهتبقى غالبا جلسة طويلة عندكم كما جرت العادة إن شاء الله. ربنا يسمع منك وتبقى جلسة أقل يا رب، تبقى الجلسة قصيرة ومنتجة برضو وفعالة بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ عماد، أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. مفترض أن احنا هنطلع فاصل، قبل الفاصل أخيرا وليس آخرا، بص يا جماعة، الدولة هتفضل طول الوقت تعمل كل حاجة ممكنة علشان تحافظ على مستويات الأسعار في إطار الممكن. في إطار الممكن هنا على الطرفين، إطار الممكن أي قدرات الدولة، ومفيش دولة بتقدر تعمل محافظة على السعر أو تقدر تسيطر على كل الأسواق، كل المتاجر، كل المحلات، كل المنافس، مش حاجة اسمها كده،
ما حصلتش في الدنيا ومش هتحصل، عشان بس نبقى متفقين، الا لو كل حاجه ملك الدوله، وانتوا مش عاوزين كده صح؟ انا عايز كده، بس ده موضوع تاني. طيب الحاجه التانيه هي انه في حاجه اسمها الممكن بتاع ايه؟ بتاع القدره الاقتصاديه او قدرات المواطن على الانفاق. طيب حضرتك ليك دور، انا بقول لك اهو، اللي انت شايفه غالي عند تاجر جشع ارجوك ما تشتريهوش، ارجوك. اصل ايه هي اللوازم الاساسيه بتاعتك؟ اكلك وشربك، فاتوره الكهرباء، فاتوره الميه، فاتوره الغاز مثلا، بنزين العربيه، تذكره المترو او الاتوبيس او 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 او. في حاجه تانية اساسيه؟ هتيجي تقول لي الملبس، هقول لك هو اساسي، بس عمليا لو انا افترضنا البنطلون ده عندي سنه، هو انا لازم اشتري واحد بكره يعني؟ لا مش لازم. مش هو كويس؟ العربيه بتاعت حضرتك تعباك في حاجه؟ مش تعباك، بتصينها مظبوط وبتحافظ عليها، مش لازم تغير العربيه. التلاجه بتاعت حضرتك كويسه؟ المدام تيجي تقول لك والنبي عايزين بقى نشتري التلاجه اللي هي بتعمل مش عارف ايه، ولما تفتحها بتعمل مزيكا، قول لها معلش ان شاء الله السنه الجايه. البوتاجاز، انا عايز البوتاجاز اللي هو بيتحط مش عارف في وسط الدواليب بتاعه المطبخ بلت ان، معلش حلو جميل البوتاجاز بتاعنا الابيض بتاع المصانع الحربيه ده، لو كنت انت لسه محتفظ بيه يعني، ما هو بوتاجاز وبيطبخ وما فيهوش مشاكل. اللي حضرتك شايفه مش ضروري ما تشتريهوش. التاجر الجشع، انا هنا بحدد، التاجر الجشع غصب عنه هينزل بالسعر. ليه؟ أقول لك، في مثل كده عند التجار يقول لك إيه؟ القرش صياد، صح؟ مش القرش صياد؟ القرش يجيب سيادتك، القرش هو الصياد يا حبيبي. التاجر ده جشع مفتري، مزود في الحاجة 40 و50 و60%، ما تشتريهاش، هو دفع تمنها للمصنع للمستورد زي ما يطلع، قاعدة عنده في المخزن، واقفة عليه بخسارة، هينزل بالسعر. هينزل، هينزل، أراد إن لم يريد هينزل، ومن غير ما حد هيقول له اعمل حاجة هينزل. أمال هيعمل فيها إيه؟ هو هياكل عيش منين؟ هيفتح بيته منين؟ ما لازم يبيع. فعشان يبيع لازم يبيع بالمعقول، لازم التاجر يبيع بالمعقول. عزيزي التاجر، إن كنت جشعا اتقي الله وبيع بالمعقول، عشان الناس هتقطعك. وبالمناسبة لو ما كانتش المقاطعة طواعية هتبقى المقاطعة جاية عشان خاطر أنا معيش فلوس أدفع الكلام ده، ده بمنتهى البساطة، فهتيجي مقاطعة تلقائية. فما تتسببش لنفسك بأن بضاعتك تخلل عندك، تصدي عندك، هتاكلها الرطوبة، وانت بتدفع في الآخر خالص إيه؟ إيجار المحل والكهرباء والعمال إلخ إلخ. خليك ناصح وانزل بالسعر، وانت كمواطن نازل يشتري خليك ناصح، اللي مفيش منه ضرورة ما تجيبوش، ان شاء الله عنه ما جه. هيحصل ايه يعني؟ الدنيا هتتطربق لو ما جبناش التلاجة الديجيتال والبوتاجاز البيلت ان، والدنيا هتتطربق لو ما غيرناش العربية. يا سيدي سيبك من كل ده، سلع، لبسك حلو جميل غير مهترئ، كل سنة واحنا طيبين، حافظ عليه. انا مش بقولك الكلام ده ان احنا يا جماعة يلا بينا ونشد الحزام ونعيش في قحط، لا احنا نشغل مخنا. وبالمناسبة يعني الاوروبيين اقل مجتمعات الارض استهلاكا، اوروبا اقل مجتمعات الارض استهلاكا، ودول مين؟ اوروبيين بتوع الاسترليني واليورو. بالراحة، فاصل ونرجع نكمل الكلام. ما انا لازم هتكلم حبه كويسين بصراحه، ما واحد بقاله يجي مثلا 20 يوم ما كانش موجود في البرنامج، وانا كشخص عموما ببقى ساكت اغلب الوقت، فلما باجي البرنامج ما بصدق اتكلم يعني، ويمكن زي ما كنت بقول لكم كده غياب شويه ارجع الاقي كل الحاجات دي، لا ولسه في حاجات اكتر يعني. النهارده زي ما حضراتكم عارفين
فاز المنتخب المصري لكرة اليد للسيدات تحت 18 سنة على كرواتيا، وده يمكن في أولى لقاءات المجموعة الرابعة من بطولة العالم في مقدونيا الشمالية بنتيجة 33-31. حلو، لازم بالتأكيد نهني المنتخب بتاعنا على هذا الفوز، نهنيهم جدا، ونهنيهم إن هم أخلاقهم عالية، دي حاجة مهمة قوي. هو عموما هيبقى فيه ان شاء الله المنتخب بتاعنا بكره هيلتقي مع منتخب كازاخستان، وان شاء الله برضو هنكسب، وده هيبقى تاني اللقاءات بتاعت المجموعه الرابعه. لكن انا بقول لك احنا الاخلاق عندنا عاليه، لما بنات المنتخب بتوعنا يروحوا علشان يصافحوا عضوات المنتخب الكرواتي، وده اجراء جميل ومحترم وروح رياضيه ومتعارف عليه في كل اللعبات تقريبا، فنلاقي انه البنات بتوع كرواتيا رفضوا المصافحه ويسيبوا الملعب. انا ما فهمتش، هم ما خدوش بالهم مثلا او حاجه؟ مش عايزين نحكم على الناس بالزور برضو. طب خلونا نحاول الاول نكلم دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا بيك يا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله دايما. تهانينا على فوز المنتخب بتاعنا النهارده. الله الله يخليك ويبارك فيك ويسعد كده الشعب المصري دايما مع كرة اليد المصرية. لا احنا بإذن الله ناخد البطولة تالت ومتلت، ما يبقاش في زينا بإذن الله. ناخد احنا اولا احنا تجربتنا في البنات يعني حديثة شوية، واحنا طبعا بناتنا متميزات وخدنا بطولة افريقيا، وبالتالي كنا ممثلين في بطولة العالم في مقدونيا. أيوه. بكل المقاييس احنا جهودنا وبناتنا كانوا على مستوى المسؤولية، ويعني حققوا الفوز على كرواتيا 33-31، وده يعني كان بالنسبة لهم، بالنسبة لكرواتيا مش بالنسبة لنا، كان بالنسبة لهم دي مفاجأة، لأنها كرواتيا دي كانت تعتبر الأقوى من وجهة نظر البعض. لكن احنا كنا عارفين ان بناتنا يستطيعوا الفوز على كرواتيا، بعدها كازاخستان، بعدها الهند، وان شاء الله ندخل ونتصعد ونتوقع مستوى طيب من فرقتنا بإذن وده الله. يعني هنعمل نتيجة بإذن الله أفضل من أي نتيجة سابقة لينا بإذن الله. بإذن الله بإذن الله مفيش خلاف، بإذن الله ربنا كبير، وإحنا بإذن الله ثقتنا في منتخب بناتنا تحت 18 بإذن الله يعني كبيرة جدا. كان يمكن عندي سؤال مبني على ملاحظة، إحنا شفنا الفرقة بتاعتنا وهي رايحة تصافح الفرقة الكرواتية، فاستغربت أنا جدا إنه الفرقة الكرواتية انسحبت من الملعب دون مصافحة، ليه؟ إيه اللي حصل؟ هو أولا بالنسبة لنا إحنا ده يعني ايه تقليد في جميع الفرق المصرية عشان ننبذ التعصب، وحتى في الدوري المحلي نشوف الاهلي والزمالك بيصفوا بعض بيلتقوا ببعض. احنا الرياضة اذا طلعت من الاطار الاخلاقي بتاعها خلاص بقت فاضية، يعني صح. اهدافها خلاص تلاش، فاحنا تقليد يصل الى حد العقوبة بالنسبه للاتحاد عندنا، ان الفرق تسيب، يعني بنعتبرها حاجه جريمه ان احنا المهزوم يسيب الملعب ويطلع او يكون يعني ياخد التصرف ده. احنا ما لناش حكم على الاخرين، لكن احنا طبعا لازم نكون كويس، احنا لازم نقوم بتقاليدنا واخلاقياتنا واخلاقنا اللي احنا بنسعى اليها، وبنقول لاولادنا بنين وبنات لازم تتحلوا بيها على سواء على المحلي او الدولي. لكن رد الفعل خلاص خاص بيهم، لكن احنا بالنسبه لنا لازم نكون في الشكل. اصل احنا حتى في بطولات كتير دوليه واولمبيه وحتى بعيدا عن منتخباتنا او ابطالنا في الالعاب الفرديه بنشوف دائما المتنافسين يصافحون بعضهم البعض في بعد انتهاء المباراه، ايا كان مين المهزوم الكل بيصافح بعضه حتى لو ما كانش منتخب من عندنا ولا اللاعب من عندنا. فانا استغربت جدا المشهد، ناس رايحه تصافحكم تسيبوهم وتمشوا ليه؟ هما بيعتقدوا ان هما كانوا احق بالفوز، وبالتالي يعني زعلانين، لكن الزعل عمره ما يترجم ابدا الى سوء سلوك. احنا لازم يكون
يعني رد الفعل طيب. وسيادتك انت قلت من لحظه استاذ يوسف انها منافسه، احنا تنافس شريف طبعا، فهزيمه الرياضه كلها فائز وفائز ومهزوم، دي رياضه احنا مش في الحرب. آه. دي رياضه. ايوه بالظبط بالظبط، ده تعبير جيد جدا، تعبير هو ده الشكل الطبيعي للرياضه. فاحنا بنحاول نعلم اولادنا من الميني هاندبول لغايه لما يبقى لاعب منتخب قومي على الاخلاقيات دي. وصحيح في انه هم صغيرين بنبقى في ردع وفي تدخل، وفي بعض الاحيان حتى بنصل لولي الامر لو تجاوز، لكن في النهايه منظومه اخلاقيه رياضيه متكامله بنحاول نوصل بها في رياضه كره اليد المصريه. على كل حال كل ده مش هيمنعنا من ان احنا نجدد التهنئه بفوز منتخب بناتنا تحت 18، وباذن الله نحقق افضل انجاز ممكن ويبقى احسن كمان من كل الحاجات السابقه. الف الف مبروك مره ثانيه يا دكتور، كل الشكر لحضرتك دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. بعد اذنكم انتظرونا بعد الفاصل. شوف يا أخي بقى، أنا كنت أقول لك إيه في بداية الحلقة، إنه شيء مهم جدا إن أنت تقدر وتثمن وتعرف أهمية وعظمة وقيمة وعمق حضارتك باعتبارها الحضارة الأعمق والأهم والأقدم والأعظم على سطح هذا الكوكب. عشان أنا كنت لسه بقول لك كده، ودايما بقول الجملة دي بالمناسبة يعني، وبكررها كتير جدا عن إيمان كامل، مش بس مجرد قناعة، إيمان كامل غير منقوص غير منقوص. فلما أشوف مثلا على سبيل المثال خلال كام سنة اللي فاتوا إن إحنا في عندنا تركيز شديد من قبل الدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها على التأكيد على حضارتك وتراثك وعلى هويتك المصرية الأصلية الحقيقية والتأكيد على ده، يعني حتى تلاحظ ده فين مثلا؟ تلاحظ ده لما بنشوف مناطق كانت عشوائية وبعد كده تتم إزالة هذه المنشآت العشوائية ونبني من أول وجديد عمارات وبيوت ومحلات، فإحنا بنحافظ طول الوقت على ما يطلق عليه هوية بصرية والشكل بتاع الطراز المعماري، الشكل التراثي اللي يليق عليك، ده نمرة واحد على حضارتك، التلاتة أو نمرة نخليها نمرة تلاتة على المكان اللي فيه. زي ما دايما كده أضرب المثل، زمان تل العقارب ما بقتش تل العقارب، بقت رط السيدة زينب، فرط السيدة زينب اتعملت بطراز يليق على المكان وحلاوته وطعمته وجماله. لما نيجي مثلا نقول يلا بينا في وقت من الأوقات نعمل مطار، طبعا انتوا أكيد سمعتوا القصة بتاعت شاذلي، بتاعت محمد الشاذلي، مهندس المعماري محمد الشاذلي. انتوا سمعتوا القصة وشفت الشكل بتاع التصميم اللي عمله شاذلي وهو عامله على شكل زهرة اللوتس، وانا قعدت دققت الحقيقة في التصميم باعتباري مجرد هاوي، يعني انا هاوي جدا للطرز المعمارية، وتلاقيني اقف كده قدام عمارات والناس ساعات كده تعتقد ساعات ان انا مختل كده، تلاقيني ماشي في الشارع واقف متنح قدام عمارة كده مساهم، وانا مش مساهم ولا حاجة، انا قاعد عمال بتأمل كل تفاصيلها والموتيفات اللي فيها، وساعات اتحسر لما الاقي العمارة مثلا مهملة ولا حاجة زي كده، اتغاظ قوي قوي يعني. فقعدت اتفرج على التصميمات اللي عملها شاذلي، تحفة حلوة جميلة بديعة رائعة، وبعدين عاملها على شكل زهرة اللوتس، فالزهرة اللي هي جزء لا يتجزأ من ثقافتك وحضارتك المصرية القديمة. شايف الشكل عامل ازاي؟ تخيل كده في يوم من الأيام لما يبقى في عندك مطار بهذا الشكل الجميل الرائع واللي هو كله تنويعات على زهرة اللوتس، وجايب حتى كان شكل الطيارات بقى مفترض وهي داخلة علشان تبدأ بقى تنزل الركاب أو تستقبل، شايف الشكل ده؟ يعني الشكل حلو وذكي. وبعدين لما تيجي تشوف كده شاذلي، طب انت عملت التصميم ده ليه؟ اخترت زهرة اللوتس؟ طب ايه اللي خليك؟ طب هو في حد قالك تعمل حاجة زي كده؟ تصمم مطار، تعمل مش عارف ايه؟ مفيش
كل القصة إنه لما تيجي تقعد تسمع تصريحات هذا المهندس المعماري الشاب والنابه تلاقي إشارات لشخص يفرح عنده أمل، عنده طموح، عنده حلم، عنده تصور، عنده أفكار، عنده روح المبادرة. المهندس المعماري النابه المبدع محمد الشاذلي، ازيك يا باشمهندس؟ الو هو مش سامعني ولا الخط مش على كل؟ هنعاود الاتصال مره تانية برضو بشاذلي، واعذرني يا شاذلي ان انا بقول شاذلي، يعني احنا اعتدنا دايما ننادي باللقب الاخير، وبعدين انا عجزت برضو يا شاذلي، انا يمكن في بينا 24 سنه. فهرجع لك على ايه شاذلي قال لك يا جماعه انا شايف انه احنا عندنا ضغط كبير جدا على مطار القاهره وعلى مطار برج العرب، فقلت احنا محتاجين، ده تصوراته هو، لا مفيش حد مثلا قال له اعمل، هو تصور، عشان دي روح المبادره، وهي دي اللي تقدر تسميها كده، يقول لك ايه روح الشباب مبادر ومتطلع. فقال لك انا فكرت في ان احنا نعمل موقع لمطار جديد ويبقى اسمه مطار شمال الدلتا، ونعمله في منتصف الدلتا علشان يبقى بيعدي على الطريق الدولي الساحلي ويربط ما بين الشرق والغرب، ويبقى ده جزء من بوابات مصر الشمالية اللي بتؤدي إلى مطارات أوروبا المختلفة. تصورات. تعال نكلم مع تاني شاذلي معانا. ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ بص بقى باشمهندس، عايزك تعلي صوتك قدر الامكان، وزمايلي هيعلوا لي السماعات اللي في الاستوديو جدا قوي خالص، فنسمع بعض بقى بوضوح. الاول انا مش عارف اقول لك ايه على التصميم البديع. ربنا يخليك يا رب، والله حقيقي حلو. قول لي بقى، انت هندسه ولا فنون جميله؟ لا هندسه. هندسه ايه؟ كفر الشيخ. احسن ناس يا عم شاذلي. هتبعت لنا الاول فسيخ قبل ما نكمل الكلام. تحت امرك يا امر الله حبيبي يا شاذلي. شاذلي احكي لي حدوته تصميمك لهذا المطار. والله هو البدايه هو توفيق من عند ربنا، الحمد لله. البدايه كانت ان يعني هو كان سؤال في البدايه ان هو ازاي الدلتا كلها ما فيهاش مطار لحد دلوقتي. طب هل الدلتا فعلا محتاجه مطار ولا هيبقى حاجه يعني ما لهاش لازمه؟ وبدأت ان انا اشوف يعني اعمل مجموعه يعني سيرش سريع كده، لقيت ان معظم سكان الدلتا بيسافروا للمطار عشان يسافروا، يعني انا مثلا من طنطا فبروح اسافر القاهره عشان ابدا باخد طياره واسافر بره، دي اول بوينت. ثاني بوينت موضوع السفر الداخلي برضو، يعني ايه هتشجع معانا السفر الداخلي. ثالث بوينت موضوع الاقتصاد المحلي او الصناعات اللي داخل محافظات الدلتا، يعني كل محافظه في الدلتا بتشتهر بحاجه معينه. يعني مثلا كفر الشيخ عندنا في بركه غليون، الثروه السمكيه طبعا اكبر ثروه سمكيه في مصر او في الشرق الاوسط عموما، فدي يعني هيسهل موضوع التجاره من خلال التجاره الجويه، ما يبقاش يعني ايه الموضوع صعب برضه. رابع حاجه برضه ان الموقع بتاعي قريب جدا من بحيره البرولس اللي هي متصنفه حاليا ان هي محميه طبيعيه، فبكده برضه بكون بشجع السياحه البيئيه. رابع حاجه برضه الموقع على الطريق الدولي الساحلي وهيمر عليه ال ار تي ان شاء الله، موجود في المخطط الاستراتيجي اللي هيبقى رابط بين ابو قير وبورسعيد. وانه يكون برضه لاند مارك للبلد، يعني دلوقتي المطارات التوجه تصميم المطارات في العالم دلوقتي ما بقاش ان مجرد نعمل مطار وظيفي اللي هو الناس تسافر بيه، لا ده هو بيبقى لاند مارك البلد من حيث الديزاين نفسه، واجهه البلد، الناس اللي جايين من بره يبقى شايف ده كباك جراوند اوليه عن المكان اللي هو جاي. انا جاي مصر 100%. فاحنا يعني احنا مطار القاهره عظيم طبعا وكل حاجه، بس ما فيش الفورم اللي هو نقدر نعتبره كلاند مارك. وفي نفس الوقت برضو المطار ده هيخفف الضغط على مطار القاهره وبرج العرب، لان يعني كل الدلتا او مثلا مصر كلها بتعتمد على المطارين دول بشكل اساسي. خد بالك احنا عندنا اكتر من مطار، يعني احنا عندنا برج العرب، عندنا طبعاً القاهره، عندنا القطاميه، عندنا مطار غرب القاهره اللي هو السفينكس، المطارات الحديثه برضو مطار العاصمه الاداريه. الله ينور عليك. فكل اكيد كل الكلام ده موجود، لكن الاساسي مطار القاهره وبرج العرب.
فلازم يعني ايه، او مش لا هو اساس ان يكون في مطار في الدلتا يعني يخدم الـ الناس الموجودين في الدلتا على الاقل، مش هنقول كل الجمهوريه. طيب حلو، هنا بقى هرجع على التصميم. انت لما جيت عملته زهره لوتس عملته ليه على شكل زهره اللوتس بالتحديد؟ والحاجة التانية، هل وانت بتعمل التصميم بتاعك يا شاذلي راعيت الأبعاد الوظيفية للمطار؟ أيوة طبعا، التصميم الأول زهرة اللوتس يعني الحضارة المصرية القديمة، وبتدل على يعني المصريين القدماء كانوا شايفين إن هي يعني شكل بيعبر عن الحياة طبعا والتجديد، وإن هي يعني حتى كانوا بيقولوا عليها تقريبا إن هي إله الشمس أو حاجة زي كده، لأن الشمس بتطلع كل يوم فإشراقة جديدة والقصة دي كلها. الجانب الوظيفي أنا كان عندي ثلاث حاجات أساسية شغال عليها. السايت لما زرته لقيت إن هو فيه نخل، أو مشهور بقصة النخل يعني موجود فيه نخل والأهالي المنطقة شغالين في النخل والحاجات دي. حلو. والجانب الوظيفي زي ما بقول لحضرتك كده، ان انا عندي نمط من انماط تصميم المطارات اللي هو يعني هنقول عليه بالعربي كده مطارات ذات الاصابع. انا عندي كذا نمط لتصميم مطارات، في اللي هو الستريت وفي الساتلايت وفي السيركل وفي يعني في كذا كذا نمط. فده نمط من انماط تصميم المطارات اللي هو بيبقى شبه فكره الاصابع دي. فكان دي يعني الثلاث افكار مع بعض، النخل اللي موجود في الموقع ان انا ادابت معاه، ما يعني ما اطلعش بره السياق او اعمل حاجه تبقى شاذه وسط السايت، وفي نفس الوقت تبقى برضو من التاريخ فكره زهره اللوتس طبعا. والجانب الوظيفي من خلال النمط اللي انا خدته من اسس تصميم المطارات، يعني ده حاجه عالميه في كتب تصميم المطارات، دي مش بتاعتي. فانت عملت التصميم متكامل معماريا من حيث الشكل والتصميم والطراز ومن حيث الجانب الوظيفي بتاع المطار. بالظبط كده، ان هو يبقى يعني ايه لامم كل حاجه، وما يبقاش برضو يعني كانت اهم حاجه ان كنت بسعى ان هو ما يبقاش خارج السياق العام للبلد وللسايت اللي هو موجود فيه. برافو عليك، برافو عليك. طب ولما بدات تنشر بقى شكل التصميمات دي لقيت رد الفعل عامل ازاي؟ هو في البدايه يعني كان في رد فعل، ان هو الناس فاكرين ان ده مشروع الدوله مكلفاني بيه اللي هو انا اعمله. انا طبعا ده شيء شرفني طبعا، بس ده مشروع تخرج يعني، الناس كانوا منتظرين بقى التفاصيل اللي هو طب ده لا ده دي ممكن ما تتنفذش يا جماعه، ده تصميم مبدئي، ده دي حاجه اسمها احنا بنقول عليها رسومات تصميميه، في بعد كده كذا مرحلة كتير. يعني مشروع المطار ده بيشتغل عليه أكثر من 500 مهندس. طبعا. أنا طالب لسه في آخر سنة، لسه ماشي المشروع من كام يوم، فهم مش مستوعبين كده، بس لما بدأوا الناس يعرفوا إن ده مشروع تخرج قالوا لا ده فعلا نقدر نعدل عليه، يعني مش هنبدأ من الصفر، يعني بدأ نفس الناس اللي كانوا مش فاهمين القصة دي قوي قال لك لا ده دي نقطة كويسة إن إحنا مش هنبدأ من الصفر. لا احنا فعلا ناخد التصميم ده ونطور عليه ونوصل لحاجه كويسه اللي هو مع الهيئات المختصه بقى. بعد كده بدات الناس تثني وتعلق بثناء وتعلق بايجابيه شديده على التصميمات وعلى طريقه تفكيرك وما الى ذلك. كنت متوقع انه الموضوع ينتشر للدرجه دي؟ لا بصراحه لا، هو انا كنت متوقع ان فكره مطار الدلتا يعني هتشد الانتباه، بس ما توقعتش ان هي هتشد الانتباه جامد كده، يعني الناس العاديين حتى يعني هيلتفتوا الموضوع اللي هو المطار والدلتا، احنا فعلا الدلتا محتاجه مطار او لا مش محتاجه مطار، يعني هيكون فيها كلام، ده اللي كان في خيالي، بس ما توقعتش ان الموضوع يعني ايه ينتشر بشكل جديد. انا اسف يا شاذلي، تبدا خلال الفترة الجاية بقى تبدأ تتابع المسابقات العالمية اللي بتتعمل علشان خاطر تصميم مبنى مش عارف في كندا، مش عارف محكمة في أمريكا، مش عارف مبنى إيه في أوروبا، حاجات زي كده. يعني أنا متذكر كويس إنه إحنا عندنا مهندس ومعماري عظيم جدا اسمه الدكتور أحمد نيتو. طبعا. وأنا كان ليا شرف إن أنا قابلته الحقيقة زمان بعد ما صمم المحكمة الدستورية العليا، هو اللي صمم المحكمة الدستورية العليا، وكان واخد واحدة من أرفع الجوائز في كندا نتيجة برضو تصميمات عملها هناك. فحتى لما سألته قلت له يعني
بتشترك ليه؟ قال لي بشترك عشان احط بصمه مصر في كل مكان. مظبوط. والدكتور احمد ميتو يعني ربنا يرحمه ريفرنس لينا كلنا، هو واستاذنا حسن فتحي طبعا، فيعني اتمنى نوصل للليفل ده. اجري ورا حلمك يا شاذلي ما تسيبوش. والله انا حضرتك يا حضرتك بتقول المسابقات، انا اول مسابقه اشتركت فيها مسابقه تميز، يعني اشتركت فيها وانا تقريبا في ثانيه عماره، هي كانت حاجه يعني ايه ريسك كبير طبعا، ويعني مش هنقول عليه جنون مني ان انا كنت لسه في سنه ثانيه ورايح اشترك في مسابقه عالميه زي دي، بس الحمد لله طلعت البرودكت وكان لذيذ وتعلمت منها وتعلمت من الناس حتى اللي فازوا في المسابقه، ويعني كانت تجربه لذيذه. طيب عظيم جدا، كمل في حلمك ما تسيبش الحلم على الاطلاق، و و و ويعني باذن الله باذن الله سبحانه وتعالى هنشوفك في اعلى المناصب كواحد من اهم المصممين والمهندسين المعماريين. شد حيلك ربنا يخليك حبيبي يا شاذلي، ربنا يخليك يا رب. انا بس عندي سؤال، هو المهندس احمد ميدو توفى؟ انا ما اعرفش خالص ولا اتمنى يعني، طبعا يا رب يديله الصحه اذا كان عايش، انا بحبه جدا، وانا زي ما بقول لك كده انا فاكر ان انا عملت معاه التقيته وعملت معاه حوار بالمناسبه للتلفزيون المصري للفضائيه المصريه، كان سنه كام يا يوسف؟ 2002 ولا 2003 والله ما انا فاكر، بس قابلته وكنت الحقيقه واحد من الناس اللي معجبين جدا بتصميماته المعماريه، ومتذكر كويس جدا جدا جدا. إذا كان أولا إذا كان ربنا يعني مديله العمر، ربنا يا رب يديله صحة وطولة العمر، أتمنى أن أنا أشوفه تاني جدا ونشوفه قريب وحتى نستضيفه معنا هنا. توفى في 2015 الله يرحمه، أنا ما أعرفش للأسف، وده عن يعني تقصير مني عدم المعرفة، الله يرحمه. أنا متذكر كويس لما بقول له عملت التصميم بتاع المحكمة الدستورية العليا بهذا الشكل ليه، يعني عملته على شكل معبد ضخم جدا أو شبه الطرز بتاع أو الطراز بتاع المعابد المصرية القديمة، بس غيرت في شكل الأعمدة وما إلى ذلك. قال لي شوف دي المحكمة العليا في البلاد، أهم وأكبر وأرقى محكمة. قلت له آه. قال لي اللي يخش المحكمة لازم يبقى فاهم انه داخل مكان وكأنه قدس الأقداس، فلازم يشعر بالهيبة. قال لي فإيه اللي بيدي إحساس بالهيبة أكتر من معبد مصري قديم، خصوصا انه المعابد المصرية أو العمارة المصرية القديمة بتلقى مش بس قبول ولكن إعجاب شديد وتقدير وتبجيل شديد من كل المدارس المعمارية اللي موجودة في العالم، فبنيت التصور بتاعي على هذا الأساس. الله يرحمه الله يرحمه، للأسف إن أنا كده اللي مقصر للأسف، الله يرحمه، كان معماري فز الحقيقة فز. يعني عايز أرجع مرة تانية، يمكن إحنا بنتكلم على شيء بقدر ما هو رائع وجميل ومبهج إنك أنت تشوف مصممين ومهندسين معماريين زي شاذلي كده، قدر ما تشوف وقائع غريبة أو واقعة شديدة الغرابة. حضراتكم يمكن سمعتوا عن وفاة ومقتل كابتن إبراهيم الدسوقي النجم السابق لنادي الزمالك، أحد نجومه في فترة السبعينيات وأحد نجوم منتخب مصر في فترة السبعينيات، قتل على يد نجله المريض. وبالمناسبة المريض عند هذا الحد، لأنه التحقيقات لا زالت مفتوحة، التحقيقات لدى النيابة هي اللي بتشوفها، مسألة بقى ان احنا نقول ده ابنه مش عارف كان يتعاطى ولا كان لا يتعاطى، دي امور ما نقدرش احنا نجزم بيها، اللي احنا عارفينه وكما هو منشور الابن مريض نفسيا بشكل ما، ودي صورة كابتن إبراهيم الدسوقي الله يرحمه. اللي الواحد قعد قراه خلال الكام يوم اللي فاتوا إنه الولد في حالة هياج عصبي شديدة جدا فتطاول على الأسرة بكاملها، وزي ما تقول كده بالعربي بالمصري يعني دور فيهم الضرب. دي مصيبة، دي مصيبة، هي مش مصيبة بس لأنها أدت إلى وفاة، هي مصيبة إلى أنه ابن عمل كده في أهله، مريض نفسي أو مش مريض نفسي
إيه اللي يوصل حد لده؟ خلونا نحاول نفهم دي بقى من دكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي. أهلا أهلا بيك يا دكتور جمال، كل سنة وحضرتك طيب أولا. وانت بخير يا رب، ومصر دايما بخير يا رب، وسنة هجرية سعيدة علينا جميعا يا رب. يا رب. دكتور، يعني وإحنا بنشوف الواقعة شديدة الغرابة دي، إيه اللي ممكن يوصل ابن أنه يعمل كده؟ بص يا فندم، أنا عندي المرض النفسي عشان يوصل لهذه المرحلة عدة أمراض توصل لهذه المرحلة. أنا عندي الفصام التشككي، هو عنده هلاوة سمعية، هي اللي بتمشيه، هي اللي بتديله أوامر، هي اللي بتستفزه، بتشتمه، بتهيجه، فبيعمل أو بتهيجه على الأسرة أو بتثيره ضد الأسرة، فبالتالي بيوصل لمرحلة من الهيج الشديد ضد الأسرة، ممكن يأذي أي حد لمجرد أنه هي هذه الأصوات عمالة تزيد معاه. طبعا ما بياخدش علاج، يعني احنا لازم نحط بين قوسين كده عشان الناس ما تخافش ان ده ما بياخدش علاج. في عنده مريض الهوس، مريض الهوس ده كلامه كتير، ما بينامش، حركته كتير، انفعالات كتيره جدا، توتر بصوره عاليه جدا، هنا بيبقى ديستراكتبل، يعني بيضرب يمين شمال، هو مش محدد هو بيضرب مين، مش محدد، ما عندوش هدف معين يزيد زي مريض الفصام. يعني مريض الفصام هو عارف بيأذي مين، عارف بيضرب مين، عارف ان ده باباه، عارف ان دي مامته، الأصوات هي اللي بتوجهه ضرب فلان لشخص معين. لكن مريض الهوس هو بيضرب أي حد في أي اتجاه، فممكن تيجي في والده، ممكن تيجي في والدته، ممكن تيجي في أي إنسان آخر معاه بالصدفة، ده مريض هوس. مريض الوسواس القهري هي بتجيله أفكار، لو وبرضه عشان الناس ما تخافش، مريض الوسواس اللي ما بياخدش علاج بيجي عند مرحلة معينة بتجيله حاجة اسمها الومضية. الومضية إن هو تصرف معين اندفاع انفعالي لحظي بيعمله، ان هو يضرب حد، يموت حد في لحظه معينه، هي نتيجه افكار متكرره ملحه، بس ما بياخدش علاج نهائي عشان الناس بتخاف لما بتسمع الكلام ده. احنا نعمل كده، احنا ممكن نموت عيالنا. احنا يا اخوانا ده بنتكلم على واحد ما خدش علاج خالص. مريض الفصام لو بياخد علاج استحاله هيوصل لهذه المرحله. يعني احنا دايما بنقول لو لم يصل الى الشفاء التام مع العلاج، على الاقل بنقلل الهلاوس، بنقلل الضلالات حتى لا تكون مؤذيه للي حواليه. مريض الهوس ده اضطراب وجداني، لو خد مثبت المزاج حتى لو ما شفاش 100% على الاقل ضمننا عدم الاضطراب بسرعه عاليه، وبالتالي مش هيكون مؤذي للي حواليه. فهمت. طيب دكتور جمال، انا هنتهز الفرصه في انه استغل بقى ان حضرتك موجود معانا على التليفون، واكيد حضرتك سمعت وتابعت اللي بيحصل الصيف ده زي الصيف اللي فات والصيف اللي قبله، القصص الغريبة اللي بقت موجودة لدى جانب من هذا المجتمع، مجتمعنا المصري، بتاع رفض طول الوقت لكل من هو مختلف عنه، بمعنى أدق رفض للناس اللي معهاش فلوس كتير، يعني ناس أو بعض الأغنياء أو اللي بيدعوا أحيانا إن هم أغنياء، لأنه في ناس كده إيه اللي هم متشعبطين بحالة برجوازية كده، اللي هو ايه ده، مش معقول حد بيصيف في القريه دي، ياي اياه دول اكيد وحشين، مش معقول دي لابسه بوركيني وهي نازله البحر، في حد يلبس بوركيني، حاجات زي كده، حاله الرفض المجتمعي. اسمع واحد يقول لك ايه، اصل المكان اللي احنا كنا فيه اتملى مصريين، فانا حتى بتريق قلت لهم هو بلجيكي ده ولا حاجه واحنا ما نعرفش، ولو بلجيكي ده احنا اعظم حضاره في الدنيا، فانا مش فاهم يعني ده سببه ايه يا دكتور. بص يا فندم، هل ده مرض نفسي؟ الحكايه حضرتك جبت لي جزئيتين، الجزئيه الاولى ان احنا يا مصريين للاسف الشديد عندنا البعض وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي بنحب نقلل من نفسنا، وعندهم هم نفس الافراد دي عندها شعور بالدونيه تجاه الاخرين او تجاه ما كل ما هو قدم من الخارج، حتى لو جاي انا اسف من دوله افريقيه بسيطه او جاي من دوله اسيويه بسيطه او من دوله اوروبيه شرقيه بسيطه، ولكن هو دايما عنده اللي جاي من بره افضل من عندنا، وده شعور بالدنيا، وده نتيجه تراكمات في التربيه والخبرات الحياتيه وجزئيه وراثيه، عشان نتفق، ودول موجودين على السوشيال ميديا وبيبانوا قوي يعني. عندهم كل ما هو قادم من بره هو ده الافضل وهو ده الاعظم، احنا عندنا كل حاجه وحشه. انا دايما اقول لهم اتكلموا على نفسكم، ما تعملوش تعميم للشعب المصري، مش كل واحد يطلع يتكلم كلمتين الشعب يريد، لا ما فيش شعب يريد، انت تتكلم عن نفسك، ما تعملهاش تعميم بعد اذن حضرتك. اما حته الثقافه، النهارده عندنا درجه الوعي اختلت تماما. احنا النهارده عندنا الزواجيه الدينيه، عندنا الثقافه نفسها، الوعي بتاعنا ابتدى يقل كتير، وبالتالي حته تقبل الاخر ابتدى مفروض، يعني حته انت ارجع بمصر من 50 سنه، حته تقبل الاخر ده انك انت تعرف ده باشا، ده بيه، ده افندي، ده دكتور، ده مهندس، ده ضابط، ده واحد شغال
موظف، كلهم بيتعاملوا مع بعض بصوره طبيعيه، كلنا بنشتغل وكلنا قريبين من بعض. ولكن دايما لما بتختل الثقافه بتبدا هنا التباين، كل رفض الاخر اللي انا بقبله نفسي برفضه للاخرين، معناه ان نفس الشيء ده انا باخده ليا انا. يعني النهارده انا اسف فريق كوره بيكسب، عايز هو يكسب ويتمنى خساره الاخر، انا معاك من حقك تتمنى خساره الفريق الخصم، ولكن ما تكرهش ان الاخر يكسب زيك، ده حقه. النهارده اختلاف في الدين، اختلاف في المدينه، اختلاف في الوظيفه، كل اي حاجه فيها اختلاف النهارده على طول بقى فيه كراهيه للاخر. ليه كراهيه الاخر؟ ان انت ما تربطش من الصغر على تقبل الاخر، ودي أسوأ شيء. احنا جات علينا فتره ابتدينا بنمد كراهيه لاي شيء خارج نطاقنا، يعني ابتدت فيه عمليه من زي ما بيقولوا كده ايه، قافلين على نفسنا قوي حتى داخل الاسره، الام قافله على عيالها بيحبوا بعض، اكرهوا انت يا ابني دي ليك انت، ما تديش لاخوك، يبقى بالتالي ما تديش للجار، بالتالي ما تديش لزميلك في المدرسه. ابتدى كل واحد يقفل على نفسه. لما كبرنا انت مش متقبل طرف اخر، مش متقبل دين اخر، مش متقبل وظيفه اخرى، مش متقبل واحد من دوله اخرى، مش متقبل واحد من لون اخر، مش متقبل واحد من جنس اخر. ده كل ده يوريك مدى الضعف في الثقافه، وللاسف هي اتربت وزادت طبعا مع دخول ثقافات اخرى. انت دايما يعني وحضرتك ادرى مني ده بكتير جدا، انما بتدخل ثقافه غريبه على ثقافه مجتمع انت بتاخد الاسوأ من الاثنين، وده اللي حاصل معانا دلوقتي. احنا واخدين الاسوأ من الثقافه المصريه اللي هي كانت ثقافه نهاريه، حب خير وسلام، كنا نحب دايما الغريب ونحب الناس ونحب اي حد يجي لنا، وصدرنا مفتوح لكل الثقافات. ولما دخلت علينا الثقافه الفرنسيه والانجليزيه فشلوا حتى انهم يغيروا مننا. لكن لما دخلت لنا في اوائل السبعينات ثقافه وكان ليها شكل ديني فانت ما تقدرش تمنعها، لان انت شعب متدين بطبعه، وبالتالي النهارده وصلت لمرحله الازدواجيه الدينيه، انت واخد الشكل الديني الحلو قوي من اللبس بتاع الدين، من الكلام الحلو في الدين، ولكن على التطبيق لو توجد ايه من الدين سواء اسلامي او مسيحي في تصرفاتك بيئتنا دي هي الازدواجيه اللي احنا بنعيش فيها، وبالتالي ابتدى يبقى فيه رفض للاخرين، ان اي دين من الاديان اول حاجه بينادي بيها حب الاخر، حب الاخرين. طبعا انت النهارده للاسف الشديد حته الحب للاخرين دي مش هقول لك انعدمت ولكن قلت، مش مع الكل، لسه احنا 100 مليون لو قلنا في 20 اتاثروا بالانحدار الثقافي، في 80 لسه محافظين زي الالماز اللي عليه صدى، مجرد ما هتشيل الصدى دي هترجع الشخصيه المصريه لرونقها تاني، وهتلاقي الناس تحب بعض تاني، والناس هتتعايش مع بعض تاني بالصوره الطيبه، وتقبل الاخر هيكون موجود بصوره عاليه جدا. حاجة مأساوية. أنا بشكرك جدا دكتور جمال، كل الشكر دكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي. أنت عارف أنه أنا هنا بكلم بقى المشاهد، أنت عارف أن في مأساة حقيقية والله العظيم موجودة لدى يعني جانب كبير من المجتمع، مش قليل، ما أقدرش أقول قليل أو هكذا هو ظني، يعني أنه الناس أصبح في عندها ميل مرضي للمنظرة وعدم القبول لوضع اجتماعي. يعني مثلا انا اشوف ده ازاي، اشوف ده عاده على تيك توك وعلى مش عارف فيسبوك والحاجات اللي زي كده، اقعد اتابعها، تيجي تقول لي بتتابعها ازاي انت مش ما عندكش اكاونت؟ ما طبعا ليش اكاونت، واسهل حاجه انك انت تفتح التيك توك من غير ما تعمل اكاونت، يعني المهم يعني سيبنا من ده. فبقعد اشوف يا جماعه الفيديوهات، فتجد انه ولاد وبنات هم زي الفل، حلو، يمكن ما كانوش محظوظين بقدر ما إلا أن هم يتعلموا أثناء فترة دراستهم الثانوية أو حتى الجامعية أن هم يتعلموا لغات أجنبية، وأنا أشوف أن تعلم اللغات الأجنبية ده شيء شديد الأهمية، وأن الثقافة بتاعة أي شخص سوف تظل قاصرة محدودة ما لم يكن يتحدث لغة زيادة عن العربية أو أكثر، والعكس صحيح بالمناسبة. يعني يعني ما فيش حد ينفع يدعي أنه هو مثقف وما بيعرفش لغات أخرى يعني غير العربية، دي حاجة مش سليمة يعني، بس مش دي القصة. فتلاحظ أن الولاد والبنات دول برغم أنه هم ما تعلموش لغات أخرى عندهم إصرار أن هم يحطوا في جملهم وفي كلامهم مصطلحات وكلمات تنطق بمنتهى السوء وبمنتهى الركاكة، مش لأنه بيحاول يتكلم، هو عاوز يتمنظر انه بيتكلم انجليزي، خد بالك، عاوز يتمنظر. الحديث بلغه اجنبيه ما هواش على الاطلاق جانب من جوانب المنظره،
هو معرفة، جزء من التحصيل والمعارف بتاعتك. فبينطق بمنتهى السوء والركاكة لمجرد انه يدي لك انطباع انه من طبقة مالية او اجتماعية او تعليمية غير طبقته، فهو بيحاول ينسلخ من هذه الطبقة كده بالظبط ويبتعد عنها. انا مش من دول. مالهم دول؟ هم ناس زي الفل، حظهم مش جيد بس، ادي كل الحكاية. فتلاقي النموذج بتاع، خد بالك بقى هنا هو، الام اللي بتنادي على ابنها في حمام السباحة ميدو يلا اطلع من البسين عشان تشرب ووتر. ايه ميدو اطلع من البسين عشان تشرب ووتر؟ مينفعش تقول له ميدو اطلع من البسين ولا من حمام السباحة ولا من اي طشت علشان تشرب مية. يعني هي لما هتقول له تشرب ووتر الواد هيفهم، ولو قالت له مية مش هيفهم؟ ولو ابنك ما يعرفش يعني ايه مية انت عندك مشكلة، انت ام ما عرفتش تربي الواد. يعني اوعي تفتكر ان دي ميزة مثلا هتترقي كده، هنبصلك يا خبر دي معلمة اولادها يقولوا ووتر ما يقولوش مية. ده جه منين؟ والله العظيم ما بهزر. تخيل امبارح اشتريت شوز لونه بني. يا جزمة ما اسمهاش شوز. يعني مين اللي قال ان شوز حلوة وجزمة وحشة؟ بجد والله العظيم يعني مين اللي قال؟ ليه مش لابس السليبر بتاعك يا ميدو؟ اسمه شبشب ما اسموش سليبر، صح ولا انا غلطان ولا ايه؟ ما انا مش فاهم برضه، والله العظيم انا ما بفهم الحكايه دي، ما بقدرش افهمها خالص. يعني انا شخص غير طبقي على الاطلاق، مش بس علشان معتقداتي الفكريه وما الى ذلك. هو انا تركيبتي كده عشان انا ادعي ان انا اهلي ربوني مظبوط واحنا من عيله محترمه، محترمه يعني محترمة قوي، متعلمين كويس قوي، متربيين كويس قوي، الحمد لله والشكر لله. يعني أخلاقنا وعبادتنا وعقيدتنا زي الفل. يعني متعلمين جامعة من ساعة ما اتقال في جامعة، قبل ما يبقى في جامعة خريجين أزهر واخدين شهادات عالمية اللي هي العالمية. يعني حلو كده، تسميها بقى افنديه، تسميها بقى وجانب من شوف بقى، ودي حاجه انا مش من الناس اللي تفتخر بذا، وجانب من العيله بكوات بكوات. يعني انا في رايي ده طز، ما يهمنيش في شيء، القاب ما قبل 52 دي طز الطز، بس ما تربيتش على انه اسمه سليبر، هو اسمه الشبشب، اسمها ميه ما اسمهاش ووتر، اسمها جزمه ما اسمهاش الشوز. ده كده انا وكل عيلتي مش انا بس. طب انا الشيوع اللي في العيله، طب وبقيه العيله ايه؟ يعني انا دايما اقعد اتريق على عيلتي انتوا شويه راس ماليين وبتاع، لكن ايه ده؟ انا بكلمك بجد، يعني انا نص عيلتي كانوا وزراء ايام الملك وايام عبد الناصر، وعمرنا في حياتنا، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا عيله متربيه. انا مش بقول لك الكلام ده عشان انا فرحان بالعيل، انا فرحان وفخور وعلى راسي، مش دي القصه، لكن اللي انا بقوله لك احنا عيله متربيه صح. متربيه على ايه؟ على مبادئ واخلاق وقيم مصريه صح، فيها تقدير كبير قوي قوي لشكلنا الثقافي والاجتماعي والحضاري والتراثي والإرث بتاعنا. لا ده أنا هقولك حاجة أحلى برضو عشان خاطر الدكتور مبروك اللي أنا أدفع نص عمري، إنه ما فتح صفحة لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد ولا هيفتح. أول مرة قريت الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد قريته في المكتبة بتاعة أمي ربنا يديها الصح، وكان عندي 10-11 سنة كده، لا 11-12 سنة، كنت في الأجازة بتاعة سنة 5 ابتدائي. أنا طول عمري بحب القراية، حلو؟ مهم، فقاعد عمال بنكش في المكتبة وبطلع كتب وبتاع، لقيت فرحت لأمي قلت لها ماما هو إيه الكتاب ده؟ مش ده الكتاب بتاع المسيحيين؟ فضحكت قالت لي آه.
قلت له طب ده بيعمل عندنا ايه؟ قالت لي ده بتاع بابا. بابا ده اللي هو جدي، بابا ماما يعني، اللي هو جدي لازم مره اجيب لكم صورته. الشيخ عبد الوهاب بالجبه والقفطان العمامه الازهريه، عالم من علماء الازهر الشريف. ماشي الكلام؟ قالت لي دي المكتبه بتاعت بابا. دول علماء الازهر اللي بجد. الشيخ عبد الوهاب اللي دخل ولاده وبناته مدارس الرهبان والراهبات عشان يتعلموا حلو ومظبوط ويتعلموا لغات واخد بالك هنا، بس عشان نقدر نفهم ازاي كان في عندنا ناس عندها هذه الاستنارة. في بقى مشايخ في الأزهر زي الفل، حدث ولا حرج واحكي وقول. في مفكرين يا سلام في تاريخ مصر ما فيش بعد كده. هو الدكتور طه حسين ألم يكن بالأصل أزهريا؟ يا سلام. هو أنت عمرك سمعت الدكتور طه حسين الذي كان يتحدث الفرنسية بطلاقة وببلاغة ينافس فيها أدباء فرنسا، خد بالك، وببلاغة ينافس فيها أدباء فرنسا. عمرك سمعت الدكتور طه حسين بينطق لفظ فرنساوي في حوار واحد؟ أبدا. هنا تقدر تفهم الفروق الحقيقية ما بين الناس اللي عقلها مليان والناس اللي عقلها فيستك. بما اني كنت بتكلم على الاولاد الصغيرين فلازم تاخد بالك انه ما ينفعش تسيب ولادك في مكان مغلق ايا كان المكان. يعني الجو بتاع انا نزلت من البيت وقفلت عليهم بالمفتاح غلط، نزلت اشتري حاجه من المحل وسبتهم في العربيه وقفلت عليهم الشباك لحسن بعدين حد يضايقهم غلط. خد عيالك في ايديك. اكتر من مره كنا نسمع عن وفاة طفل أو أطفال بالاختناق بسبب أن هم محبوسين في العربية. حصل بالفعل وفاة مؤخراً أهو لطفلين اتخنقوا اختناق، خلاص مفيش نفس مفيش أكسجين عشان قاعدين بيلعبوا. الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم يا رب. ويمكن دي صورهم وإحنا متعمدين أن إحنا نعمل بيكسلز كده على الصورة علشان خلاص كده، علشان هم كانوا قاعدين جوه العربية قدام البيت في محافظة الشرقية. قلنا 100 مرة ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، لكن هتقول ايه؟ طيب خلونا نفهم هو ايه اللي بيحصل والحل السليم ايه. معانا على التليفون دكتور مروى عمر، مدرس الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني، صح كده يا جماعة؟ مظبوط دكتور مروى؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف. اهلا حضرتك. بحضرتك يا فندم، ازاي الصحه؟ الحمد لله والله كله حضرتك. حلو. اه تمام زي يا رب دايما. دكتور مروى مدرس طب المنصوره. منصوره؟ اه يا فندم. امال انا جبت منين القصر العيني دي؟ انا راجع انا راجع من الاجازه محتاج تليين ولا ايه؟ لا ولا يهم حضرتك. اشكرك يا دكتور، ربنا يخليك. اسف والله على اللخبطه. خليني اسال حضرتك على مساله الاختناقات اللي بيتعرض ليها الاطفال وقد تؤدي الى الوفاه في حال تركهم في مكان مغلق. وانا قلت المكان المغلق مش بس العربيه، ده ممكن يبقى البيت لو حصل تسريب غاز ولا حاجه هتبقى مشكله والعيال محبوسه جوه. تمام. هو في البداية طبعا يا استاذ يوسف انا يعني بعزز طبعا اهل الاولاد وطبعا ربنا يرحمهم يا رب. الله يرحمهم يا رب. ولو ان يعني في نوع من العتاب برضو طبعا للاهل يعني على الوضع اللي حصل ده، لكن طبعا هم مصابون كبير جدا وربنا يا رب يصبرهم. اللهم امين. هو في البداية طبعا موضوع الطفلين اللي هم اتخانقوا في العربية، هي قصة الوفاة في العربية طبعا انا ما اعرفش ملابسات بالظبط ايه اللي حصل، لكن هو في حاجة من الاثنين، في احتمال ان يكون حصل اختناق فعلا، وفي احتمال تاني وهو خاص بارتفاع درجة الحرارة. اه. لأن حضرتك هو طبعا الجو الأيام دي درجة الحرارة مرتفعة جدا ورطوبة عالية جدا. اللي الناس لازم تعرفه إن درجة حرارة العربية لو العربية مقفولة بتبقى أعلى من درجة الحرارة الخارجية، ممكن توصل لسبع ثمان درجات أعلى. يعني لو درجة حرارة الجو مثلا هنقول 37، ممكن توصل داخل العربية لفوق ال 43 أو ال 44. طبعا عشان بيحصل حمل حراري أعلى احتباس. طبعا الحرارة بتخش وما بتطلعش تاني.
اه طبعا الاطفال كمان في مشكله في الاطفال الصغيرين ان هم عندهم قابليه اكتر من الكبار ان درجه حراره جسمهم تعلى. فزي حضرتك بالظبط فكره ضربه الشمس، اللي بيجي له ضربه شمس هي مشكلته في ايه؟ ان درجه حراره جسمه بتعلى فبتغير كل يعني العمليات الطبيعيه اللي بتحصل داخل خلايا الجسم. فهو ده نفس القصه اللي ممكن تكون حصلت للاطفال دول، يعني في احتمال ان هو ما يكونش اختناق، ممكن يكون ارتفاع درجه الحراره عملت مشكله للاطفال دول. والمشكله ان لما بيحصل ارتفاع درجه حراره في جسمهم بصوره عاليه جدا ده بيعمل نوع من انواع التشنجات للعضلات، حتى لو حاولوا يفتحوا العربيه وخرجوا مش هيعرفوا. بيحصل طبعا غثيان، ممكن يحصل قيء، ممكن يحصل يعني طبعا بتحصل حاجات كتير جدا، وفي النهايه طبعا بتؤدي الى الوفاه، خصوصا طبعا لو الناس ما انتبهتش في خلال فتره قصيره ان الاولاد مختفيين او مش موجودين. القصه الثانيه طبعا قصه الاختناق. الاختناق ممكن يحصل بطريقتين. في حضرتك طريقه ان العربيه تكون دايره. الثانيه ان العربيه ما تكونش دايره. لو العربيه دايره بيحصل الايه؟ خصوصا لو في جراج او في مكان تهويه كيميائيه كويس. المفروض حضرتك ان احنا نتيجه اشتعال اي نوع من انواع الوقود بيحصل خروج لغاز سام جدا، وهو غاز اول اكسيد الكربون. غاز اول اكسيد الكربون ده بيسموه القاتل الصامت، لان هو غاز ملوش ريحه وملوش لون، فهو مش هيحسه بريحه غريبه، حتى لو واحد كبير مش هيحس بريحه غريبه، مش هيحس اي حاجه. مشكله غاز اول اكسيد الكربون هو بيدخل جوه الجسم وبعدين بياخد مكان الاكسجين لانه بيتحد مع الكرات الدم اسرع بالزبط. من الاكسجين بالظبط. فده اللي بيحصل، فطبعا ده بيؤدي الى ان الاكسجين مش هيوصل للخلايا، فبتدي يحصل بقى المشاكل اللي بتحصل. مشكله حضرتك لو التهويه، لو احنا العربيه مركونه في جراج ومكان سيء او اي مكان سيء التهويه، وحصل ان الموتور شغال او انا مدوره العربيه، غاز اول اكسيد الكربون نتيجه التهويه بره مش كويسه هيتراكم جوه كبيره العربيه. فطبعا ده يؤدي الى اختناق، واختناق زي ما قلت لحضرتك بيبقى صامت، يعني حتى الكبير ممكن ما ياخدش باله منه. والنقطه الثانيه ممكن تكون العربيه في مكان التهويه مش وحشه قوي ولا حاجه، بس يكون العربيه مصدر خروج العادم بتاع العربيه نفسه في مشكله. صح. فبرضه نفس القصه بسبب مثلا الاهمال بقى في الصيانه، حاجه بايظه وانا ما اهتمتش اطلعها حاجه، فبيحصل برضه تراكم لغاز اول اكسيد الكربون، وده خطير جدا جدا جدا. ده حضرتك برضه ممكن يحصل في البيوت، يعني انا مشغله مثلا دفايه غاز، دفايه من دفايات الزيت، مشغله سخان غاز، اي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن يبقى فيها نوع من انواع احتراق الوقود، او دفايه فيها خشب بحرقه، او حتى لو الولاد الصغيرين بياخدوا دش، حتى لو السخان كهرباء، بس تراكم بخار الميه. بخار الميه بالظبط. فكل الحاجات دي بتؤدي الى الاختناق. ده بالنسبه لموضوع الاختناق داخل العربيه لو العربيه دايره، يعني انا ممكن حته ان حد يسيب الولاد في العربيه وهي دايره ويقفل الشبابيك عليهم زي ما حضرتك بتقول، خايف عليهم حد يضايقهم او حاجه، وينزل مثلا يشتري حاجه، ده خطر جدا جدا. خصوصا ان انا لما انزل من العربيه او انزل من البيت واسيب الولاد، انا مش ضامنه ايه اللي ممكن يحصل، يعني انا في دماغي ان انا هنزل دقيقتين وجاي، انا ممكن يحصل لي اي ظرف، اتاخر لاي ظرف، يحصل اي مشكله، فالولاد يتعرضوا لخطر كبير. الاحتمال الاخير الاختناق داخل العربيه ان العربيه ما تكونش دايره ولا حاجه، لكن بيحصل الاختناق بسبب مش بقى غاز اول اكسيد الكربون، لا هو بسبب غاز ثاني اكسيد الكربون. دي قصه ثانيه، يعني بنسميها احنا عندنا في الطب حاجه اسمها ريبريسنج، ان هو اكنه بيعيد استنشاء ثاني اكسيد الكربون. خلاص هو بياخد الاكسجين وبيخرج ثاني اكسيد كربون وبعد كده يعيد تنفسه مره ثانيه. بس الموضوع ده حضرتك بياخد وقت، يعني القصه دي ما تحصلش في نص ساعه ولا دقائق، لا هي بتاخد ساعات عشان تحصل. وهي بتعتمد على كذا عامل، عدد الافراد داخل العربيه، حجم العربيه حسب حجم الهواء اللي فيها، وعلى حسب برضو التهويه طبعا، وحسب عدد الساعات هو قاعد قد ايه في العربيه. فهي القصه يعني فيها عوامل كتير، احتمال الولاد يكون اتعرضوا لدرجه حراره عاليه، نوع من انواع ارتفاع درجه حراره الجسم هو ده اللي ادى لوفاه الاولاد، مش مساله اختناق. وممكن يكون طبعا اختناق لو العربيه دايره، لو يعني في زي ما قلت لحضرتك في اسباب كتير يعني. صحيح. يعني ربنا يرحمهم يا رب. والقصه طبعا يعني مخيفه، هي بصراحه احنا عايزين يعني نقول لكل الاهالي في حاجات مهمه قوي الناس لازم تاخد منها بالها منها. مفيش حاجه اسمها طفل، خصوصا في السن الصغير قوي ده، او اي طفل، مفيش حاجه اسمها طفل يخرج يلعب لوحده، دي حاجه ما ينفعش اصلا. مفيش حاجه اسمها طفل يلعب لعب حتى في البيت في اوضه ثانيه غير اللي انا فيها، لان ببساطه الاختناق ممكن يحصل بسبب قطعه مكعبات صغيره، هيبلع حاجه، مكسرات، جايبه حبايه فول سوداني، والحاجات دي بنشوفها كتير، يعني الطفل جاي شرقان حبايه فول سوداني، الاطفال بيلعبوا مع بعض وراح مثلا حاطط المخده على مناخير اخوه بقه فراح خانقه، هو مش فاهم.
مثلا قاعد على نفسه، قاعد على صدره فمش قادر ياخد نفسه فخنقه، بتحصل كتير جدا. بيلعب طفله صغيره بتقلد مامتها، يعني دي كلها امثله بتلف طرحه حوالين راسها مثلا زي مامتها، فتقوم البنت تيجي تفك الطرحه مش عارفه، تقوم رايحه خانقه نفسها وهي مش فاهمه. فدي حاجات حضرتك بنشوفها وبنقابلها. فالاختناق قد يكون حصل ان انا اكلت مجرى الهواء، وقد يكون الاختناق بسبب اختناق كيميائي زي سكره غاز او اكسيد الكربون اللي انا وضحتها لحضرتك في حاله اشتعال وقود. طبعا لو في اي دفايات في البيت في اي حاجه، احنا بنقول للناس دايما خليكم حريصين. اولا زي ما قلت لحضرتك الاطفال مش حاجه اسمها سيب طفل في البيت ابدا لوحده، حتى لو دقائق بسيطه، لان ممكن الدقائق دي تبقى ساعات. انا ما اضمنش ايه اللي ممكن يحصل لي لو نزلت من البيت وسبت الاولاد. مش حاجه اسمها اسيب اكل على النار وانزل، مش حاجه اسمها اشغل دفايه واقفل الاوضه واسيبها وانام. حتى الكبار يعني انت دفي الاوضه واقفل الدفايه قبل ما تنام، مش حاجه اسمها تسيبها شغاله وانت نايم. اي سخانات غاز اي حاجه في البيت لازم نفصلها، فحلو جدا لازم ياخدوا حذرهم. هو طبعا بس يعني يركزوا مع عيالهم اكتر من كده، اكتر طبعا ما بيركزوا طبعا مع المسلسلات. وطبعا حضرتك برضه في حاجه مهمه انا نفسي الناس كلها تتعلمها بصراحه، وهي الاسعافات الاوليه. يعني دي برضه حاجه مهمه لازم نفهمها. اذا حصل كده، يعني لو لقينا انه مثلا افتح باب العربيه بسرعه وعاوز اسعف الاولاد اعمل ايه بالظبط؟ في حضرتك الولاد دلوقتي غايبين عن الوعي، النفس انا طبعا في اختبار ممكن اي حد يعمله حتى لو مش طبيب، ان هو يشوف في نفس ولا لا، بيحس النفس يسمعه في نفس طالع من الولد ولا لا، ويبتدي يعمل حاجه اسمها انعاش قلبي رئوي. على فكره ده مش محتاج طبيب، ده حضرتك اي واحد برضو اظن محتاج الاول ان احنا يبقى الناس متدربه على ده. طبعا علشان بس ما يكسرش ضلع، مش يعني حاجات زي كده. هو مش محتاج طبيب في التدريب، يعني هو محتاج اي حد لازم يتدرب عليه. ما يجيش حد يقول لك لا ده دي شو، لا لازم التدريب. عشان كده احنا دايما ننصح بانه الاول. عايز اشكر حضرتك يا دكتور مروه، كل الشكر ليك يا دكتور مروه عمر، مدرس الامراض الصدريه بكليه الطب المنصوره ومدير مجمع العنايات المركزه بمستشفى المنصوره الجامعي. لازم 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 تعلموا الناس في المدارس اسعافات اوليه، لازم لازم. على كل خلونا نروح للفاصل، نرجع بعد الفاصل مع ايه. الله، ايوه. طيب يا جماعه خد بالك، احنا هنطلع فاصل، عندنا خبرين كويسين بالمناسبه. الخبر الاول ان احنا بعد الفاصل معانا حبيبنا وحبيب الملايين المنشد الرائع صاحب الصوت الجميل مصطفى عطف، ده خبر اللي هو القريب الحلو جدا. الخبر بتاع بكره ان احنا عندنا لقاء باذن الله مع قداسه البابا تودرس باذن الله حصريا في برنامج التاسعه على القناه الاولى، حديث طويل اعتقده شديد الاهميه نظرا الى انه نابع من قلب وليس فقط لسان قداسه البابا. الحاجة الثانية انه اعتقد انه صاحب القداسة والغبطة تحدث معنا كما لم يتحدث من قبل، وبالتالي انا ادعوكم لمتابعة حلقة بكرة بمنتهى منتهى منتهى الدقة. لكن لازم تبقوا عارفين كمان ان بكرة طبعا احنا عارفين مسابقة نجوم التاسعة، ولا انا مش كنا ان انا غبت عنكم يبقى نجوم التاسعة تغيب، ده احنا هنهزر. بكرة اخر ايام التقديم، خد بالك، في مسابقة نجوم التاسعة أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب في الغنى والشعر والقصة القصيرة. احنا عايزين من حضراتكم مشاركاتكم، الحق لأنه بكرة آخر يوم. المواهب والمبدعين مصر حتى اللحظة الأخيرة. مصر دي مش الشقيق الكبرى، مصر أم العرب، مصر هي ستنا هاجر زوجة سيدنا إبراهيم، أم سيدنا إسماعيل أبو العرب، ولا إيه؟ مصر هي المنبع والمنبت الرئيسي للفن والإبداع والابتكار وكل ما هو جميل في منطقتنا الجميلة، مع كل الحب والتقدير لكل الأشقاء. بس أصل مصر دي حاجة تانية، مش بس عند المصريين بالمناسبة، عند كل العرب. المسابقة دي بقى عشان نبرز مواهبنا المصرية من 27 محافظة، محافظة محافظة، مدينة مدينة، قرية قرية، عزبة عزبة، نجع نجع، كفر كفر. بتغني؟ ابعت كليب دقيقتين، سهلة بسيطة. انتوا كلكم بتغنوا، انا عمال بشوفكم على التيك توك كله هاري نفسه غنى. ما ابعت يا عم كده وشارك علشان خاطر تبقى انت. بالمناسبة انت مشاركتك مش عشان احنا محتاجين المشاركة، هو عشان احنا عاوزين نساعدك. يعني ايه يا عم؟ بدل ما انت بتغني على تيك توك ومش عارف الناس تكتشفك ازاي،
احنا عاوزين نكتشفك. طب هنعمل ايه؟ عندنا لجنة تحكيم درجة اولى، صفوة الصفوة، ده نمرة واحد. اتنين، فزت هيتعمل لك اغنية، ده لو انت بتغني. طب شاعر هيطبع لك الديوان، بتكتب قصة قصيرة هيطبع لك المجموعة القصصية بتاعتك. في احلى من كده؟ مفيش. في حد تاني بيعمل كده؟ برضو مفيش. فقط على نجوم التاسعة، ابعتولنا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك التاسعة، هتلاقوا طبعا صورتي منورة جدا وانا لابس البدلة الكحلي، بس ده انا كنت زمان صغير فكنت خاسس حبتين. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. بص بقى، الواحد لما ياخد أجازة ويرجع فربنا ينعم عليه بأنه يستقبل ضيف جميل ورائع وحلو وصوت وشخصية وأخلاق زي منشدنا الجميل صاحب الصوت العذب الحلو ممتلئ بالحلاوة والطلاوة، مصطفى عاطف، منور. ربنا يبارك في حضرتك، شرف كبير ليا والله. لا العفو، العفو العفو، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام، كله تمام، كله جميل الحمد لله. انت لسه كنت بتفكرني بانه زمان اتقابلنا في 2008 صحيح، وكان عندنا في الراديو بتاعنا صح، وكنت مع احمد يونس، ف ف ف ف ف حتى ما كنتش فاكر والله. ما انا قلت لا ما شاء الله تبارك الله، وكنت بقول لحضرتك انه يعني الكلمه الطيبه صدقه فعلا. حضرتك وقتها قلت لأحمد يونس، قلت له على فكره صوته اذاعي. انا الكلمه اثرت فيا قوي من 2008 فاكرها، وكل ما اشوف حضرتك في اي لقاء او حاجه يعني افتكر الكلمه قد ايه فرحتني وقتها، وانا لسه يعني كان عندي 18 سنه ولا حاجه، ويعني لسه مش عارف هعمل ايه واروح فين واجي منين. 2008 يبقى عدى 12 و2 14 14 سنه بس لسه برضه. ايوه لسه شاب زي الفل، زي الفل. لكن ما خدتش قرار وقتها انك تكمل في موضوع الاذاعه وكملت في مساله الانشاد؟ كملت في الانشاد، قدمت مجموعه برامج في الاذاعات وفي التلفزيون حتى برضه ليا برامج، لكن فضل الموضوع الرئيسي بتاعنا هو الانشاد. الانشاد ايه اللي حببك في الانشاد يا مصطفى؟ اذاعه القران الكريم. حلو. انا اتربيت عليها طول الوقت، مشغلينها في البيت زي يعني معظم البيوت المصريه او كل البيوت المصريه، وبقيت اسمع قوي واركز مع المشايخ والاصوات بقى المدارس العظيمه. اللي انا بعد سنين لما ابتديت اسافر والف بلاد كتير في العالم للانشاد، اتاكد ان هي دي المدرسه اللي علمت العالم كله، المدرسه المصريه الاصيله في القراءه وفي الانشاد. رحت دول غربية وأفريقية وأسيوية ودويلات روسيا وموسكو وما شابه، كل الثقافات دي تعرف الشيخ طه الفشني والشيخ سيد نقشبندي والشيخ محمد عمران والشيخ محمد رفعت، فأحس كده بالفخر والاعتزاز. فالمدرسة دي من إذاعة القرآن الكريم ابتديت أسمع وأقلد، وابتدى أهلي بقى يحسوا أن أنا صغير، عندي أنا ابتديت أنشد عندي 8 سنين ما شاء الله، فصغير كده عمال يعني بدندن وبقول حاجات صعبه وتقيله، واحيانا كلام اصلا مش فاهمه او كلام حتى مش عارف انطقه كويس، بس بقول يعني بعيش المود بتاع الشيخ نقشبندي والشيخ طبار. فتعلمت من هنا الانشاد، وبعد كده ابتديت احول ده لانه خلاص بقى رسالتي، وبقيت عايز اتكلم اقول للعالم كله عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعن ربنا سبحانه وتعالى بطريق الغنى والفن، لانه اسرع رساله وأسهل رسالة في الوصول والتواصل. زي بقول حضرتك سافرت دول كتير غير ناطقة بالعربية، لكن بيسمعوا بيرددوا وحافظين بعض الكلمات، وعلشان كده
في اسيا مثلا عشان شرق اسيا مهتمين قوي طبعا بالموضوع، ابتديت اغني بلغتهم وانشد بلغتهم وتعلمت منها يعني بعض في اندونيسيا وماليزيا وبروناي وهونج كونج. وانت بتعرف اللغات دي يعني عرفتها بقى ولا يعني خدتها بالشطاره زي ما بيتقال؟ في الاول بالشطاره وبعد كده ابتديت يعني اتعلمها يعني. لا برافو عليك، الله اكبر. انت كده عارف بالظبط، لانه انا من الناس اللي تحب اصلي التلاوه وتحب الانشاد كمستمع يعني، فانت كده بترجعنا تاني لعصر كان فيه المنشدين والمقرئين المصريين بيلفوا العالم طبعا، ونجوم زيهم زي ست ام كلثوم مثلا بالظبط. وكانت الـ 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 الوقت اللي بيروحوا فيه يعملوا حفله للانشاد فتلاقي الناس موجوده حتى لو ما بيعرفوش عربي. صح، اوروبا كانت نفس القصه برضو بالظبط. انا لما سافرت جنوب افريقيا مثلا قالوا لي هناك اللي يغلط في الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بالذات في جنوب افريقيا ما ممكن يعني يبهدلوه هناك، ما يدخلش بالظبط حرفيا يتاكل. قد ايه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بالذات مثلا في جنوب افريقيا، الشيخ المنشاوي في شرق اسيا وهكذا، ليهم قدسيه يعني، مش مجرد اليوم فانز بشكل يعني قوي ومحبين وبيحبوا يقلدوهم ويحبوا يسمعوهم. في بعض المناطق في اندونيسيا كانوا بيستقبلونا في المطار بالضفوف، طلع بدرو علينا الله، فقالوا يا جماعه انتوا يعني ايه ده، فيقولوا ده استقبال مادح النبي صلى الله عليه وسلم من مصر الازهر. فيعني هم طلع بدرو علينا لقيمه الشخص اللي جاي، مش في شخصه ايوه، في مدح النبي وانه جاي من الازهر الشريف وانه مصري. فحسيت قد ايه انه احنا لا، ده المدرسه دي مؤثره جدا وراسخه بره في الدول دي. هنا دي قيمة المدرسة المصرية وقيمة الأزهر الشريف وحجمهم. طبعا طبعا ليهم حجم ضخم. أنا أزهري منذ الصغر يعني، متخرج من جامعة الأزهر وعندي اعتزاز شديد جدا، أنا عندي غيرة قوية جدا على طبيعي الأزهر الشريف وعلى مصر، لكن شفت القيمة الحقيقية دي لما سافرت واهتمام الناس قوي واستقبالهم للشخص الأزهري أيا كان وقدسية منصب الإمام الأكبر وما شابه طبعا، إنه ده أزهري يا جماعة. فبقول لك أحيانا في بعض الدول رحت مكان اسمه بونتيانك من الأماكن المهمة وحساسة في إندونيسيا، قالوا لي لا مش هينفع استقبال كده عادي، هتركب عربية مفتوحة وفي مرشات عسكرية وخيل وراك ده ليه يا جماعة؟ عشان أزهري. الله الله، لمجرد انك شخص ازهري جاي تقيم حفل هنا وتمدح النبي وتجدد التراث ده فلازم يكون ليك موكب يعني استقبالي وهكذا. فحسيت انه قد ايه يعني المدرسه دي ليها قيمه عاليه قوي قوي قوي. ولما كنت بنزل الجامع الازهر اذاكر ولا في الجامعه عندنا وشابه، واشوف كتير قوي من الطلبه الاندونيسيين والماليزيين والافارقه، وكان الشيخ اسامه الازهري، دكتور اسامه الازهري يقول لهم حبيبنا. طبعا هو شيخي واستاذي وابويا يعني من سنين، كان يقول لهم كلمه مؤثره جدا بالنسبه لي، يقول لهم خدوا بالكم انتوا جيتوا هنا تدرسوا علشان ترجعوا بلادكم ومعكم رسول الله، لان انتوا جايين تدرسوا الشرع الشريف بالسند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد فيكم راجع وجواه مليان باخلاق وسنه والمنهج الصحيح السليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سبتوا بلادكم وبيوتكم، وفي منهم جاي من جبال وأدغال وأحراش صحيح، وفي منهم بيجي هنا يقعد 5 6 7 سنين ما يشوفش أهله ويرجع لهم بعد ما ينهي الدراسة. فقيمة عالية قوي ومدرسة عظيمة قوي قوي المدرسة الأزهرية والمدرسة المصرية في الإنشاد وفي التلاوة وفي الفنون، بسمع عنها وأنا هنا ولما سافرت شفتها بعيني، وعشان كده يعني دائم التواصل معاهم ودائم السفر ليهم الحمد لله. شفت بنفسك ولمست حجمها وعمقها وعظمتها بالزبط ومدى التأثير. بالظبط. قبل ما اطلع الفاصل عمالين يقول لي فاصل لا الاول اسمع. سمعني اللي يجي على بالك اللي جاي على قلبك. ممكن اقول جزء صغير من طلع بدرو علينا مناسبه الهجره، بما ان احنا كنا اتكلمنا يعني، وبما انه احنا في راس السنه الهجريه باذن الله سبحانه وتعالى. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع،
جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، طالع البدر نبيا ورسولا وأمين، طالع البدر علينا نور رب العالمين، طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الله 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 الله. اهلا بيكم معانا مره تانية، كل الترحيب بضيفنا وهو غني عن التعريف بالمناسبه، ده رجل عالمي، مصطفى عاطف. منور مره تانية يا مصطفى. مصطفى، كنا بنقول بقى لما انا كنت بسمع دلوقتي معاك طلع البدر علينا، انه الجيل بتاعي والاكبر احنا حافظينها وسامعينها دايما بطريقه معينه اللي كنا نشوفها في الافلام، وانت لما جيت انشدتها بطريقة مصطفى. الحمد لله. ده مهم لأنه ده اللي بيخلي إن في اختلاف، يعني شخصية مصطفى تظهر في الإنشاد ولا إيه؟ كنت مهتم جدا جدا إن الإنشاد يظهر بشكل حافظ على التراث والأصالة بتاعته، وبنفس الوقت يكون يعني مواكب للعصر دلوقتي وللمستمع. علشان أنا مش عايز أطلع أنشد لنفسي ولا أنشد بطريقة بعيدة عن سماع الجيل بتاعي واللي أصغر مني شوية، وده إيمانا يعني بقول الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فعشان كده حاولت أن أنا أقول بشكلي أولا وبطريقتي، وبعدين أضيف حاجات كمان مختلفة. أنا عملت ألبومين اشتغلت فيهم مع أستاذ بهاء الدين محمد ومحمد يحيى وأستاذ أحمد عادل وأستاذ يعني عادل، أسماء كبيرة وكتير موجودة في السوق دلوقتي، وكنت دايما بقعد أتكلم معاهم عن الفكرة اللي أنا عايز أوصلها إزاي، لأنه الإنشاد الديني إما تراثي من كلام التراث، أو بعض الأناشيد اللي بتتكتب بطريقة برضو شبيهة للتراث، فبنلف في دايرة واحدة. صح. فعلشان كده كنت بحاول أن أنا أطور من شكل الكلمات، من شكل الموسيقى، من شكل الألحان، عشان أقدر أوصل لشريحة أكبر من شباب العربي يعني عموما، وللبلاد كمان اللي احنا بنروحهم. فمهم جدا انه يطلع بالشكل المختلف اللي يكون مسموع دلوقتي، مع الحفاظ على التراث القديم ومع التعليم كمان من التراث القديم، لانه هو ده اللي بيثقلنا. وبالتالي احنا بنعمل عملية تحديث لطريقة الكتابة بالزبط. وطريقة الموسيقى بالظبط، علشان يقدر يوصل للشريحة الاكبر ويبقى موجود ويدي الاثر بتاعه. وانا اتكلمت مع كتير من مشايخي واساتذتي في الازهر الشريف على فكره الانشاد واهميته اصلا، وكان بيعلمنا مشايخنا انه المنبر اللي كان بجوار منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي كان لشاعر، كان لسيدنا حسان بن ثابت، وانه فكره الشعر والانشاد واللون الفني مهمه جدا جدا في توصيل الرساله. صح. وانه ممكن قصيده في دقيقتين ثلاثه توصل معنى في خطبه ساعتين ثلاثه، فقد ايه دي برضو جانب مهم وسلاح مهم من أسلحة يعني نشر الفكر والدعوة والجمال بقى، يعني في شيء في إبداع من أسماء سبحانه وتعالى البديع، فالرقي والجمال ده بيوصل بالمعنى ده بالكلمات دي بالمزيكا المعاصرة اللي تتسمع وتدي أثرها إن شاء الله يعني في المجتمع كله. وزي ما قلت لحضرتك، من اللي تعلمته من مشايخنا انه احنا عايزين نحافظ على التراث المصري القديم العريق العظيم، وفي نفس الوقت يكون في امتداد لشيء جديد برضو، يحاول يحسن الذوق العام، يشارك في وسط الالوان الموسيقيه الكتير اللي موجوده، ان احنا نعمل شيء روحاني كده يعني يرقي النفوس والقلوب ويخلينا
ابسط شيء خالص لو انا ما فهمتش اي حاجه القصيده اللي اتقالت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الفن والجمال لا يتعارض مع الدين بل هو أبداً. جزء منه ابدا ابدا جزء اصيل جدا 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 من الدين. الصحابي الوحيد اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له دعوه خاصه فريده ما دعاهاش لاي صحابي تاني كان برضو سيدنا حسين بن ثابت، القل وروح القدس تؤيدك. فيعني كانت دعوه سبيشال قوي لسيدنا حسين، قول وروح القدس معك تؤيدك في اللي انت هتقوله علشان دي دعوه الرسول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم لسيدنا حسين الروح القدس حط تحتها 10 خط انت مؤيد بالله تبارك وتعالى بس قول كده وسمعهم وعرفهم وانشر لهم محاسن هذا الدين وأخلاق هذا الدين ودافع عن الدين ده، خاصة أنه الفترة دي كان يعني السلاح الأقوى فيها هو الشعر طبعا في يعني طبعًا. في منطقة يعني ده طبعا ده أكبر سلاح كلامي لدى العرب بالظبط، ووسيلة الإعلام كانت وسيلة الإعلام وقتها هو الشعر، يقول أبيات الشعر فتتحفظ فتنتشر في العالم كله وقتها يعني فيتعرف إيه هو الدين ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم وإيه هي الرسالة بتاعته. فلذلك الشعر والإنشاد والجانب ده رسالة قوية ومهمة جدا حقيقة. حلو جدا. طب أنا عايز أسألك في أن أنا أسمع إنشاد لو هنا بقى صح التعبير ما بين قوسين حديث بكلمات جديدة وموسيقى جديدة هينفع ولا إيه؟ ولا دي هتحتاج يبقى في معانا مزيكا؟ هو ما فيش موسيقى طبعا يعني ما فيش مزيكا، بس ممكن أقول لحضرتك حاجة من كلمات وألحان. في حاجة عملتها برضو بمناسبة الهجرة وكانت بتحكي الرحلة كاملة للأولاد الصغيرين ولينا والله حتى ككبار يعني، وفي حاجات تانية كتير كلمات مختلفة حتى عن المديح والإنشاد برضو ممكن أقولها لحضرتك، بس هقولها دلوقتي من مكة للمدينة. ماشي. دي كلام وألحان عزيز الشافعي. الله الله. ويعني عملتها من كام سنة كده إن شاء الله تبقى. وأنا لما بنشد في الدول الغير ناطقة بالعربية بحاول أنشد باللغة العربية الفصحى علشان يفهموها أكتر. لكن دي على قد ما هي باللهجة المصرية لأنها محفوظة جدا برا الحمد لله وحافظينها منتشرة باللهجة المصرية عادي جدا الحمد لله. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه صاحب الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله جم حصروا بيته قالوا جي أوانه، والليلة دي هينتهي زمانه، فدا الإمام علي ونام مكانه، علي بن عمه كرم الله وجهه، من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه صاحب الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه، من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله كان الكفار قاعدين مستنين ظهوره، مش عارفين ان ربنا هيتم نوره، انزل غشاوة عليهم عمت عينيهم، وخرج نبينا وسطهم ولا حد لامحه، مشيوا ورا والحد الغر وصلوا إليه، كان الحمام والعنكبوت حراس عليه، مشيوا ورا والحد الغار وصلوا إليه، كان الحمام والعنكبوت حراس عليه، خاف الصديق وطمنوا نبينا قال له ما تخافش على اللي ربه حفظه. ايه الجمال والحلاوة دي في كل حاجة، الكلام بالمزيكا او باللحن يعني زي ما انا قادر التقطه في انشادك بالصوت،
حلوة 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 يعني. ربنا يبارك فيك. من القصائد المهمة جدا الحقيقة، واللي زي ما حضرتك لقيت انتشار واسع جدا جوه مصر وبره مصر في شرح الفكرة دي. وانا اتكلمت مع عزيز حتى قلت له عايزين نحكي بقية مواقف السيرة بقى، يلا ننطلق بمشروع كده للسيرة وبالطريقة المبسطة دي، لأنه الأطفال كمان متعلقين بيها قوي يعني الحمد لله. جدا جدا بيحكي الحكاية كلها يعني. طب وبدأتوا بقى تقعد أنت وعزيز على أنه تحطوا بقى إيه المواقف اللي عاوزين تشتغلوا عليها؟ اتكلمنا لسه ما قعدناش مع بعض، بس اتكلمنا في الموضوع ده أنه في كتير من مواقف السيرة وكتير من اللي بيسموها الشمائل المحمدية، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية حتى والخلقية، عايز يعني أجسد شكل المرحلة دي بالتفاصيل بتاعتها لينا ككبار وللأطفال طبعا. علشان يبقوا متعلقين بيها وفهمنها. في حاجات كتير جدا عظيمة جدا موجودة في السيرة، بس احنا مش مشهورة، مش منتشرة، الأجيال الجديدة مش عارفاها، مش واخدة بالها منها. وده من الحاجات اللي أنا مهتم بيها جدا جدا، فكرة الانتماء. الانتماء للدين، يعني الانتماء للإسلام. في كتير من الشباب معرفتهم بالإسلام معرفة إن ده أنا اتولدت لقيتني مسلم وده دين يعني آبائي وأهلي لكن ما عنديش كده الرابط القوي اللي مخليني بالظبط، اللي مخليني مربوط بيه، اللي مخليني عارف أحارب الأفكار اللي بتيجي، سواء أفكار يعني شيطانية، أفكار إرهابية، ما عنديش حاجة أقدر يعني تكون عندي في مخزوني. وعلشان كده اهتميت اكتر بالاطفال، حتى قدمت حلقات على سي بي سي برنامج اسمه اخويا الكبير، كنت بحاول ان انا احط شويه القيم دي عند الاولاد الصغيرين من باب ان الوقايه خير من العلاج. يعني وهو صغير ياخد شويه معلومات عشان لما يكبر ويتعرض لاي افكار ايا كانت من اي اتجاه يبقى عنده مخزون. ودي الحاجه اللي الحمد لله تربينا عليها في الازهر الشريف، واللي انا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم ابويا الله يرحمه وامي ربنا يبارك في عمرها يا رب علموني القيم دي يعني. حلو قوي. بص طبعا انا اوصيكم بحاجه كده نفسي دايما الناس تتعلمها وتركز معاها، العفو عند المقدره. الله. وازاي الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن اهل مكه مع الفتح. طبعا. اذهبوا فانتم الطلقاء. يا سلام سلم لما تقعد انت وعزيز تظبطوها لنا عشان نعلم الاجيال الصغيره دي ان في حاجه اسمها عفو عند المقدره. مش مساله عنف واستعراض قوه وعضلات وانتقام وصقر في المطلق يعني. ودول اذوا النبي اذيه قد كده شديده في الاخر خالص عفا. سبحان الله العظيم. طيب يمكن انا فاضل لي دقيقه قد كده اهو، وانا ينفع اسمع قمر ونخليها هي دي الختام بتاعنا؟ طبعا. ربنا يخليك يا مصطفى. انا مبسوط سعيد حقيقي بيك جدا، فخور بيك جدا 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 جدا. اتمنى لك كل حاجه حلوه، وزي ما اسعدتنا بانك كنت اول من رفع الاذان في موسكو، اتمنى باذن الله سبحانه وتعالى انك تصبح اول من يرفع الاذان في كل بلد لم يرفع فيه الاذان بعد، فتبقى دايما كده مشرفنا ومنورنا كمصري ازهري شاب رائع واعد جميل خلقا وخلقا، حاجه عظمه على عظمه. ربنا يوفقك يا مصطفى. ربنا يحفظ حضرتك. ربنا يخليك يا رب. انا اسيبكم واترككم مع حلاوة وطلاوة الصوت واللسان مصطفى عاطف وهو ينشد علينا قمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله يرحمك. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون
سيدنا النبي قوارون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد دن آنو قران يا بوات ستي يا بهامبا سلور سمست برسين الكرانا يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل لا ده بالحضن على صوت السلام تعالى هنا اهو هات حضن مش عارف الحاجات دي ايه بس هات حضن يا رب